out of the corner of my eye. I've got a feeling once again this is not how I. كلاب باند افتتحنا لقائنا اليوم معهم. منحييكم بيوم الاحد لكل عم بيتابعونا اليوم من بيروت، تحيه كبيره لكم. ساعتين ونص من الوقت منمضيها ومنترافق سوا ودائما سوا على الموعد على شاشه ال بي سي وبرنامج ببيروت بيجمعنا دائما. اليوم بهاللقاء رح نترافق انا ونانسي. مرحبا نانسي. مساء الخير ساشا، كيفك؟ جريت انت؟ ماشي الحال الحمد لله. ساشا الليله الفنانه مايا نعمه رح تكون ضيفه مميزه ببيروت، اكيد لنحكي معها عن اخر عمل يلي جمعها مع الفنان ايوان وكمان عن تجربتها بدانسينج وذ ستارز. واكيد مثل العاده غيرها من الفقرات المحليه والمواضيع المحليه وكمان التقارير العالميه، لكن خلينا نشوف بالبدايه بهاللمحه السريعه شو محضرينكم من فقرات ومواضيع لحلقتنا لليوم. اليوم في ببيروت مايا نعمة تطلعنا على جديدها الفني ومشاركتها في برنامج رقص النجوم، ونغوص في الأمثال الشعبية المتعلقة بالموضة مع خبيرة التجميل نهى معوض. ننطلق من بعدها إلى سحر عالم الأزياء مع المصمم غياث أيوب، ومن عالم الأزياء إلى عالم الأطفال لنحلل أسباب الكذب والسرقة لديهم. أما جنة رابولسي ستعرفنا على الوجه الآخر. كل هذا وغيره من الفقرات والمواضيع المتنوعة، فابقوا معنا. متابعينا بفقراتنا لليوم اكيد، او بنبتدي كمان باول فقره مع خبيره التجميل نهى معوض، وموضوع ثابت كل يوم احد ببرنامجنا ببيروت وموضوع جديد كمان له علاقه بالتجميل. هاي نهى. هابي فالنتاين. ثانك يو. شفتي بعدني معايده من احد الماضي، مو العيد، من احد الماضي. ايه مزبوط، كنت لابسه احمر كمان. نهى اليوم بنحكي عن السيمينار واهميته وتحديدا بالكويت، وسبق وصار بلبنان وفقد مثل ما قلتي لنا في 20 مكان لاي شخص حابب يشارك بهالسيمينار، وفي عندنا تقرير كمان بفيدنا بكل التفاصيل والمعلومات. ولكن قبل اليوم بدك تحكي لنا عن بعض الامثله اللي لها علاقه بالجمال، وهي طبعا نعرف يعني الامثله بتكون جاي من الواقع، مزبوط. من شيء نحن بنختبره ومنعيشه. جايب الورقه معك؟ ايه جبت ورقه لانه ما فيني احفظهم كلهم، عرفتي كيف؟ مش مضطره، بس انه هلا في اشياء دغري بتحسي بتحفظيها لانه بتحبيها.
فينا نقولهم وناخد منهم عبر. مثلا الوجه الجميل مفتاح للابواب المغلقه، هيدا يعني قد ما الواحد يكون مثلا ما بتلفته ولا اي صبيه، الوجه الحلو بده ينجبر انه يلفته، ينجبر انه يتطلع فيه، يعني حتى انت اذا بنت مرأة بنت حلوه بدك تتطلعي فيها. ومبتسمه اهم شيء. هلا حلوه وشايفه بحالها ومتكبره خلص بتقتل اكثر من 50 سنه. الابتسامه بحس اكثر. مزبوط. اوكي هيدا اول. كلما زاد جمال المرأة كلما ازدادت ألذ طعما. يعني كمان بتصير جذابه اكثر، بتصير قريبه على القلب اكثر، يعني من عده اتجاهات هيدي فيك تاخديها. هلا الجمال هو كيف تتصرف وليس كيف تتجمل، يعني اليوم مهمة انه نتجمل ونكون كثير حلوين، بس فيني انا اتصرف بطريقة مثلا حرك ايدي بطريقة غلط او احكي بطريقة فيها لقمنة او فيها صوت عالي ما لازم يكون بيعبر عن شخصيتي، سو هون كمان قتلت من جمالك قد ما تكوني انت مشتغلة على جمالك. صح، ما بيعود يبين. هلا لما تكوني زعلانة من حدا او مثلا حدا قاهرك وجهه مكش او لئيم بتقولي له هيدا المثل الجمال والحماقة اصدقاء قدماء. وموجودين بعضهم عندكم. اذا حدا زعجك يعني بتحس دغري بتروح. ومن مثلا ماذا يحدث، هون بدي اسالك انا، هيدا هيك نكته او حزوره، ماذا يحدث لو انقطع الميك اب عند البنات عن البنات؟ بالنسبه لالي بكون اريح بكثير، ولو بيصير اطلع بلا مكياج عن جد. بالنسبة لإلك، لأنه بالنسبة لإلي أنا عندك نعمة، يعني بعض من الأشخاص عندهم نعمة إنه بيوعوا. هلا في وحدة بتمرق بعدين معنا عن هلا إذا عم تقولي نحن فايقين من النوم ولا إنه هلا بعدين هيدي بنرجع بنقولها بعدين عن النوم، في إلها وحدة خصوصي هيدي إلها بارت. بس اللي مثلا لازم يخبوا أشياء عندهم إياها بوجههم، أو مثلا هن مش حلوين عيونهم صغار كثير. نرجع على الفقرة الأسبوع الماضي، حكينا عن الأمور القديمة بالتجميل شو كانوا يعملوا. إيه مثلا كانوا يضلوا يخترعوا حتى بوقتها، ما تعطى الهم نضل نخترع ما في شيء. سو أنا تقلك شو بيقولوا في حال إنه انقطع الميك اب عن البنات، قال بتزداد معدلات الطلاق بالمحاكم، بصير في كثير طلاق. لأنه مثلا إذا تبشعت مع الوقت وما في ميك اب تتجمل حالها، في بعض من الرجال بيروحوا بينبشوا على المرة. يعني الحلوة. أنا هون بدي أسألك، الميك اب بجمل البنت؟ أكيد. هو لازم يجملها أو يبرزها مثل ما هي بجمالها الطبيعي بس يخبي بعض جمالها، يغطي اشياء واوقات يخلق لها جمال، فيه يعمل كثير اشياء الميك اب. هلا سوف تصاب ايضا البنات بحاله نفسيه بنسبه 60%، لانه عن جد بصير في كآبة اذا هي ما عم تقدر تجمل حالها او تخبي ضيفو عندها، وراح تصير عقدتها شيء اسمه سوق، لانه بطل عندها غير شوبينج في الشله خلقها، هيدا شيء انه تتلبس وتتزبط باللبس حالها وبشعرها. وبيقولوا كمان انه رح يبرم الدولاب، وبدل ما الشباب يصيروا يدوروا على البنات رح تصير البنات تدور على الشباب تتطلع فيها. هلا للاسف صرنا بهيدا العصر، هلا البنات عم تدور على الشباب بس انه بتزيد اكثر اذا ما في ميك اب. اوكي هلا اوكي هلا هول كلهم خصهم بالجمال وهالقصص، وكرمال هيك للي ما بيعرفوا يجملوا حدا او بحبوا يتعلموا الطرق الصحيحه بالبيرمننت ميك اب للي هو الميك اب اللي بيضاين كثير، بما انه الحواجب بيقوموا بالواجب رح دائما بتقوليها، ها دائما انا بقولها. أيه. رح يصير انه نبلش الحلقات فيها واختمهم على شوي قد ما مهمه. سو رح نشوف الحواجب والشفاف واي شيء تتواج او بيرمننت ميك اب بدك تعملي كيف لازم ينعمل، كيف اذا الشخص هو اصلا بيعمل ميك اب وحابب يتعلم هيدي المهنه بيقدر يضيفها لإله، شو الطرق وشو النقاط، بعض من النقاط للي علمتها بالسيمينار رح نسمع عنها ونشوفها حتى اللي ياخذوا فكره شو ممكن يتعلموا قصص هن. شو ناطرهم بالسيمينار رح يصير بالكويت؟ ما بعرف اذا الفيديو صار جاهز معنا، هيك بركي بنشوفه وبناخذ التفاصيل. يلا خلينا نشوفه سوا ونتابع. اهلا فيكم كلكم، اللي بعرفكم والجداد اللي جايين من الخارج. سو انا كثير بقدر حضوركم وان شاء الله اكون على حسن ظنكم واقدم لكم كل شيء انا بتميز فيه، طبعا من بعد خبرتي الطويله واللي بآمن انه هو من بعد تجارب عديده بعالم التتواج توصلت له لنقدر نوصل لطريقه سهله وبسيطه بلا كومبليكاسيون. رح نبلش بالفاشل جيومتري للي هو قياسات الوجه، لانه هلا الموضه الحواجب عراض، بتجي السيده بدها تعمل حواجب عريض وما بيلبق لها، بدنا نقنعها ليه ما بيلبق لها.
هلا بالنسبة إذا بدنا نقصر الحاجب أو نطول الحاجب، لمين بنخلي الحاجب يكون طويل؟ لمين بنقصره؟ هلا رح أعملكم فورم الحاجب الإيديال. أوكي؟ لكن هون صرنا نعرف الحواجب الإيديال. خلينا ننقل للشفاف. سو دايما هون ما تكبروا. دايما هون طعوا على القد وطلعوا وانفخوها من هون تطلع غنوجة. أول شغلة بليز احفظون، إذا بدي أقول شيء تاني. فا افيان، روح ونجي، نروح ونجي، نروح ونجي، غلط. هيدا ما فينا ولا مره نعمل كونتور ودغري حمرة على كل الشفاف. الاي لاينر في عندك دو طريقتين. اوكي، طريقه طبيعيه كانه رموش. هلا الماشين والنيدلز والابلكيشن والبيجمنتس، في ثلاث انواع تريتمنت للبشره بيمنعوا ان التاتو يصير داين. للي هن بتعرفون اكتبون اذا ما بتعرفون، لانه المفروض تكونوا بتعرفون. اذا بقيت موجوعه من بعد ما نكون اشتغلنا لها بالأملة وبقيت موجوعه، هيدي باصعب الحالات، بعمل شعره مثل ما عملنا على شقفه الجلد ذات الشيء. لاحظوا الثلاث شعرات اللي رسمتهم واضحين، بعدتهم تيكون واضح عليكم. وهلا بدنا نعمل حمره. لما بدنا نعمل حمره يعني نحن ما رح نعمل كونتور، يعني ممنوع يجي لون الحمره على الجلد البيضة. طلعوا منيح مثل ما رسمنا امبارح ومثل ما اشتغلنا على شقفه الجلد. بدنا نشتغل بس على الشفاف، رح بلش بالداير تانتوا تعبوا القلب. انا بنقط لك وانت بتعبي. سوبر، لك وين اللي رائعين. ملتي انا، تعي عبي هون هون، ملتي انا، شدي شوي، ما تروحي الا مطرح ما في بيجمون. يلا بعد مغطي الجلد هيك، لكي انا من وين جايه، شدي يلا. ايه خليها ترج شوي الجلد تحت ايدي، شدي شوي اكثر، شدي بعد. يلا قعد شوي بليز للتحكيم. اوكي عمهل اكثر، بيرفكت، بس عمهل قصدي ببطء انزال. ما تنزل دغري، خليكي مطرح ما انا حطيت بس، لان انا عامل. اوكي، هول شفنا السيمينار اللي صار بلبنان بهالديب بورت او بهالفيديو، رح يصير هو ذاته تقريبا بالكويت مثل ما حكينا نهى، بس كنت عم شوف على البيرمننت ميك اب ان كان للشفاف قالوا الحواجب وسبيشلي للشفاف. السيده اكيد هي قالت لك حابه انه تقوم بهالبيرمننت ميك اب على الشفاف، بس صبايا هنا عم بيتعلموا انه ما وجعت، ما خافت، ما يصير في غلطه معينه. ثلاث ارباع الاشخاص الموجوده هن اشخاص بيعملوا تاتو او بيعملوا ميك اب، يعني اوريدي جديد بيعرفوا نوعيه الجلد بين ايديهم. وثاني شيء، اول يوم نحن بنعمل فيه سيمينار، ما انه هو يومين كاملين، اول يوم غير انه تيوري، حتى اول يوم بيشتغلوا على شقفه جلد مثل جلد الانسان ذات الشيء، وبكون انا عم شوف طريقتهم وفسر لهم شو الفرق بين الطريقه اللي ما بتوجع ما بتنزل دم، طريقه اللي لازم تشتغلوا فيها للجلد اللي ما بتلقى التتواج. سو بيكون مرق قدامهم كل شيء، في عندك كذا سر لانه الشخص ما يوجع لو بيوجع اصلا، في طريقه كيف تحط البنج بطريقه انه يعطيك دوب النتيجه، وحتى قد ما كانت سنسيتيف ما توجع، واللي جلدتها ما بتلقط باي طريقه كمان، وشو الستبس ليه ما بتلقط اول شيء الجلد بيصيروا يعرفوا. كثير نوع جلد ما بيلقط البيرمننت. سو هول كلهم بيكونوا عرفوا اسرارهم لانه بيعانوا منهم كل شخص، وانا من الاشخاص اللي عانيت كثير تتوصلت للمفاتيح كلها، وبيضل اكيد كل انسان ناقصه، بس انه بعالم التاتو اهم شيء يقدروا يعرفوا اسرار الشغل دو ا زد، من كان الالوان، تكسير الالوان ولا اي شيء. هلا ما انه اول يوم اخذوا التيوري واشتغلوا على شقفه جلد مثل جلد ورجعوا طبقوها وطبقوها كمان على شقفه الجلد، ثاني يوم بيكونوا هالاشخاص للي هن عم يشتغلوا عليهم، اكيد انا انه ما عم يعملوا غلط، وبرضه انا عم كون كثير ملزقه فيهم وعم شوف شو عم يشتغلوا، عم ايه لاحظنا يعني وقفي حدهم عم تعطيهم كل النصائح انه عم بيطبقوا كل شيء اكتسبوه وتعلموه. اكيد ليتواصلوا معك كل اللي عم بيتابعونا اليوم السيدات او الصبايا، ياخذوا فكره اكثر، اي سؤال من خلال الويب سايت اللي عم بمر امامنا على الشاشه نهى www.nahamawad.com. مزبوط، وكمان فيهم يسالوني اي سؤال، ان كان حتى باي انستغرام في بيكتشرز بيفور اند افتر تيشوفوا كيف التصليحات بتصير. أوكي. او فيسبوك بيج، فيسبوك كمان على الانستغرام مثل ما قلت لك، يعني افري وير بيقدروا يبعثوا، او على الميل
بقلب الويب سايت بيلاقوا، وانا بقدر زودهم بكل بساعدهم حتى باي ميل بكثير امور هن ما بيعرفوا عنها. حلو كثير، ميرسي كثير لك نهى، بنشوفك الاسبوع الجاي اذا الله راد كمان مع موضوع تجميل جديد. ثانك يو نهى. يا اهلا ميرسي. رح نتوقف مع تقرير ونشوف كيف احتفلت جينيفر انستون بعيد ال 45. Jennifer Aniston's 45th birthday is sad. جينيفر أنيستون تحتفل بعيد ميلادها ال 45 دون صديقها ومع مجموعة من الأصدقاء. شهدت أنيستون في مطعم سوهو هاوس في ألي وهي تقضي وقتا حميميا مع أصدقائها المقربين أمثال كورتني كوكس وزوجة توبي ماغواير جينيفر مايا ومصفف شعرها كريس ماكميلن، وكانوا جميع المحتفلين مع جان في إطار ضيق وإنتيم. أما صديقها ثيروكس فقد كان يستمتع بوقته مع أصدقائه الشباب في نيويورك سيتي ضمن فاشن إيفنت. جاستين البالغ من العمر 42 عاما كان برفقة أورلاندو بلوم في حفل افتتاح بوب أب شوب بداون تاون مانهاتن. ولكي لا نضع أي مجال للشك أو الشائعات يجب التوضيح أن ثيروكس كان مشغلا بتصوير آخر أعماله في نيويورك سيتي قبل ذهابه مع ذا جانج. لكن جينيفر لم تترك وحيدة، فقد شهد وصول باقة كبيرة من البالونات إلى شقتها بألي. Happy birthday جينيفر. Happy birthday to you. Happy birthday to you. بنقول أكيد happy birthday لجينيفر أنيستون، ومن هالخبر متوقف مع أول فاصل علينا بحلقتنا، وبنرجع لنتابع بقية فقراتنا لحلقتنا لليوم ببيروت المميزة جدا ليوم الأحد. تابعونا بعد الفاصل. Okay, where are we? دايما بشوف الربيع، دايما في ورد، دايما في فرح. ملكة الرومانسية بعرض ملك الرومانسية. هاي أنا ما رأى أعمل مجهود للعالم تنبسط أكثر، أنا مبسوطة. هيد صرنا نص ساعة تقريبا واقفين في البرد حنموت. هيدا رقم 20، وبعدين قالوا لنا روحوا على رقم 18، قالوا لنا رجعوا على رقم 20. في attendre 2 heures à l'extérieur. On a fait rater d'autres choses et là vous nous dites vous m'arrêtez pendant l'interview avec Creator. Thank you so much. What the hell was this collection? It's on red for some action. I'm so glad you loved it. Cuz I'm a freak. The way you pop it and drop it all over me. No, I don't want you to stop. Especially and exclusively لكم. متابعة ببيروت، تحياتنا لكم مشاهدينا وين ما كنتوا عم تتابعونا، ان شاء الله تكونوا عم بتمضوا اوقات حلوه برفقتنا. بهالفقره رح نتعرف سوا على مؤسس مدرسه روكنباخ هشام الشمالي. اهلا وسهلا فيك هشام. اهلا وسهلا، كيفك؟ ماشي الحال. هشام يا ريت هيك بدايه بتعرفنا اكثر على مدرسه روكنباخ، اي متى تاسست وشو فيها تحديدا هالمدرسه؟ اوكي، روكنباخ هيدي رابع سنة نحن، تأسست بكنز أود 2010 كنا بعدنا. أوكي. بلشنا بالميوزك أول شيء. نعم. معروف من اسمه أصلاً روكنباخ. ليش روكنباخ اخترت هالتسمية؟ لأنه نحن جامعين بين كلاسيك والمودرن ميوزك. أوكي. يعني التلاميذ فيهم يتعلموا كلاسيكال ميوزك، فيهم يتعلموا مودرن ميوزك. وفتحنا سكول أوف أرت كمان، دافينشي هي. نعلم كل شيء ارت، بيزك دروينج، اويل بينتينج، كل هيدا. وهلا اني بلشنا بفليم دانس اكاديمي كمان، صار عندنا دانسينج سكول كمان مع هيدا. صراحه السكول هي بتجمع اذا بدك مثل ما قلنا كلاسيكال ومودرن، والجو تبعها كله مودرن ميوزك. يعني اذا بدك تقولي فيها جو كثير شبابي لانه يمكن كمان منه كثير كلاسيكي يعني، بس متعلم كلاسيك اكيد.
طيب هشام قل لي المدرسة وين موجودة؟ عنا تو برانشز، في بغزير بعتوستراد معملتين بعد الكازينو، وفي عنا بانتلييس بالفان زون. هو اتس لوكيشن فور كيدز بلاي جراوندز وهيك، ونحن فاتحين بالفان زون. ومن اي عمر بتبلشوا تستقبلوا الطلاب؟ اكشلي بنبلش نحن من 5 سنين ستودنت في بلش يعمل بيانو ليسنز. هلا اذا كان 3 4 years بيعمل ميوزك بيداجوجي اللي هي انيسياسيون، يعني بنحضره ليبلش انسترومنت، بيتعرف على الريذم، على النوتس، على الديفرنت تايب اوف انسترومنت، نبلش ننميله نكتشفه للولد هو اذا عنده موهبه ولا ما عنده موهبه موسيقيه. من بعدها بس 5 سنين في بلش بيانو، بعدين 7 سنين في فوت جيتار، في يعمل فيولين، في يعمل درامز على 8 سنين تقريبا. ومن خلال احتكاكك مع هالطلاب بتحس انه في مواهب واعدة؟ فينا نقول في كتير مواهب، في كتير مواهب، بس ما في تشجيع. ما في تشجيع من الاهل ومن ال بركي بالمدرسه كمان ما كثير كمان ايه مش يعني يمكن ما بيعملوا حصص مزيك بركي او بخصصوا وقت لهالشيء. مزبوط، عندنا منهج نحن كثير قوي من ناحيه الفيزيكس والماث والكيمستري وكل هودا، بس ما عم بفكروا بالارتس، مع انه اذا بتطلعي لبرا باوروبا مثلا بتشوفي انه الارتس لهم اهميه كثير بحياه كل ولد، مش ما في اكسبشنز هونيك، كل ولد بيعمل ان كان دانس ولا ارتس ولا ميوزك يعني. صح مزبوط، هون ما في تشجيع من هالناحيه، بيقطعوا له حصه صغيره بس تيعلموه سولفيج اللي هو بزهقوه فيها للولد اكثر، بيعطوه فكره غلط عن الموسيقى. صحيح. كلها بدل ما نشجعه انه الموسيقى بالعكس بتخليه يتقدم اكثر بحياته ويتعلم اكثر يعني. اكيد. كم طالب تقريبا عندكم ومين يلي بيشرف على الطلاب؟ كم استاذ تقريبا؟ عندنا نحن فوق ال 20 استاذ بالسكول، كلهم دبلومي، عندهم ميوزك بيداغوجي ولا ان كان اذا كانوا دانسينج عندهم دانسينج هيدا دبلوماز. في مانجر بالسكول كلود باز اسمه. نعم. انا جنرال مانجر على السكول، غير انه بعطي كورسز كمان، وعندنا فوق ال 300 تلميذ نحن بالسكول. حلو. اكشلي 300 تلميذ هودي اكتف وبيتسجلوا كل سنه، مش انه في كثير تلميذ بتجي اكيد بتجي بتتسجل بترجع بعدين بتغير رايها، ما كثير بيلتزموا، ما بحبوا الموسيقى، ما بيتمرنوا، ما عندهم جلاده على الشغل، بغيروا للاسف يمكن مع هالتكنولوجيز ايباد صار كله عم بيضيع وقته على الفاضي. بالنسبه للرقص، شو انواع الرقص الموجوده عندكم؟ نحن بلشنا بالباليه كلاسيك، بعدين هلا انا يعني كثير حابب كمان شغله انه الهيب هوب هو هلا اذا بدك تقولي النيو ايرا تبع كل التينيجرز والهيدا، فهلا اني كثير عم نركز كمان على الهيب هوب. بس الولد اكيد بس يبلش هو صغير بنبلشه باليه كلاسيك، وبعدين في نقي اذا هو بيروح هيب هوب ولا هيدا. في عندنا دانس لاتينو، بول روم دانسينج، يعني دونس دو سالون وكل الانواع. اي اكثر رقص هلا بتحس الناس عم تركض بدها تسجل عليه؟ ليك هلا اني اكثر شيء الهيب هوب واللاتينو، لاتينو يعني سالسا وال اكيد فالز تانجو هودي كمان بحبهم، كابلز اكثر شيء بحبوا هيك شيء. وعندك البالي للاولاد صغار اكثر شيء اهلهم بحبوا انه يبلشوا بالي. صحيح. البنات يعني في صبيان عم بيعملوا بالي ولا ما كثير؟ في عندنا شيء اسمه بادي بالي نحن اللي هو للكبار، في كم شاب بيعملوا بالي لانه هن اوريدي بيرقصوا بس يقووا حالهم بالهيدا. البادي بالي اكثر للناس الكبار اللي منهم عاملين بحياتهم دانس ولا بالي، اكثر شيء للنسوان الكبار كمان بالعمر يجلسوا ظهرهم وقفتهم تكون ما ظهرهم يعني الكولون فيرتبرال يكون جالس. كمان في عندكم فرق، من هالفرق في ميوزك كلوب باند اللي سمعونا اليوم. مزبوط. اكيد زينوا لنا حلقتنا ورح ينضم لنا هلا شادي رزق تنحكي معه اكثر عن هالباند. هاي شادي. هاي كيفك؟ ماشي الحال. ماشي الحال؟ ماشي. شادي هيك ريت بتعرفنا اكثر على الباند، كم شخص انتو، كيف تحتي لي عملتوا هالباند، اسستوا عفوا هالباند؟ نحن هالباند تقريبا نانسي شي 4 اشخاص وبلشنا. نعم. يعني اذا بدك ببراكتسز وبلشنا بكذا اغنيه يعني ان كومن بنحبها نحن،
وفي غنية بين الأغاني كانت أوريجينال وعملناها وكلنا عملنا كونتريبيوشن بهالغنية. بلشتوا من البداية كنتوا نفس الأشخاص ولا كان في حدا؟ لا كان نفس الأشخاص. نفس الأشخاص. هلا عم تتحول أكثر لأكتيفيتيز، عم تصير أكثر كلوب، يعني بينضم أكثر أشخاص، يعني حتى بيروحوا بيجي أشخاص يعني بين الوقت والتاني. من البداية بلشتوا بالمدرسة بروكنباخ؟ بالباند بروكنباخ صحيح. وكيف تعرفتوا على المدرسة؟ كيف توصلتوا لهالمدرسة؟ أنا تعرفت على هشام من خلال أصحابي. أوكي. وبلشت سول فوكاليز وتعرفت على الباند. هشام أسس الباند يعني. هشام أنتو قدي بتشجعوا وبتدعموا الباند يلي بينتموا للمدرسة يعني؟ ليك كل شي ولد بيتعلمه بالصف هو الأستاذ، هيدا بنسمي أكاديميك كتير يعني. إذا ما عنده شي يطبقه فيه الولد يطلع على ستيج يلعب مع أصحابه يعمل لايف بيرفورمنسز، الولد ما بفوت بهذا جو الموسيقى وما بيتحمس يكفي عيلته يعني، بحس حاله انه اوكي عم بعمل دوفوار انا مثل دوفوار مات ولا دوفوار. صح. الباند كثير اثرت بالسكول انه كل الستودنتس مثلا بس يشوفوا الاكبر منهم عم بدقوا بالباند بالكونسرت وهيك عم صار عندهم هدف انه هن يوصلوا لهالشيء كمان. صح. والجو كمان بتعرفي انه شباب وهيك انه عم نبعدهم عن الجو يقعد كل نهار على التي في ولا يقعد قدام الايباد ولا هيدا، انه يجتمعوا بين بعضهم بناقشوا مواضيع موسيقيه بدقوا موسيقى بعبروا عن شيء بدهم يقولوه. بتتدخلوا مثلا بس يكون عندهم شي كونسرت الاغاني اللي لازم يقدوها ما بعرف طريقه يمكن كيف لازم يتصرفوا على المسرح؟ اكيد في شيء اسمه في كورسات اكيد هن كل واحد عم بيتعلم شيء بالسكول يعني السينجرز عم بيعملوا فوكاليز وبيتعلموا ستيج بيرفورمنس كمان هاو تو بيرفورم اون ستيج. نحن سنويا بنعمل كونسرت اسمه روك اند دونيشن يعني بكره بحلقه ثانيه بنحكي وببقى معكم. هو كونسرت اسمه روك اند دونيشن يعني وي بلاي تو ميك ا دونيشن ل صرنا 3 سنين بنعمله بنقدمه للتشيلدرن كانسر سنتر. حلو. في اكثر من 100 ولد بيشاركوا فيه للكونسرت وكلهم بيعملوا باندات اكيد اللي بدقوا كلاسيك يمكن بيلعبوا بس بورسيت كلاسيك بس ثلاث ارباع التلاميذ عم بيشاركوا بباند ومن هون بلشت فكره الباندز والهيدا وخلقنا شيء اسمه ميوزك كلوب يلي كل الولد يعني فوق 16 سنه تقريبا في ينضم للميوزك كلوب بيجتمعوا وانس ا ويك بيعملوا ريهرسلز بيعملوا هيدا وبيرجعوا بيناقشوا مواضيع بيعملوا سورتيات يعني تيضلوا عايشين جو الموسيقى. حلو شادي خلينا هيك نرجع كمان شوي نحكي اكثر عن الباند، شو انواع الموسيقى يلي بتقدموها؟ هلا نحن شوي بنحب يعني اكثريه الباند بنحب شوي البلوز يعني حتى بالاغنيه الاوريجينال اللي رح تسمعيها هلا بتلاقي شوي في ستيل البلوز وكلنا فايتين فيها حتى من السولو يعني انا كتبت الاغنيه والشباب دغري فاتوا فيها. بتكتب اغاني كنت عم تقول؟ انا بكتب اغاني صحيح. بتكتب اغاني؟ وهل بهالاغنيه يعني كثير فتنا مع بعض وكذا مره بنعمل امبروفايزيشن بنبلش نضبط شو ما كان وبصير نطلع بقصص شو بتشوف يمكن حواليك بتصير تحكي بصير نستوحي من بعض وحتى بالزبط. الاغاني كمان يمكن من الاشياء يلي بتمرق بحياتك اليوميه الكلمات بتكون يعني ايه اوقات نعمل كفرز يعني كمان اكيد نعمل كفرز لقصص يعني بنسميها هيك اكسترا اكتيفيتي اذا بدك نعمل جامينج لقصص معينه. بتحس انه الموسيقى هي فشة خلق او هيك صرخه أكيد. يمكن اكيد الموسيقى هي يعني هي الفشة الخلق اذا ما في غيرها الفشة الخلق الموسيقى بلا الموسيقى ما بعرف شو بنعمل. توجهكم بس للعربي ما في للاجنبي عفوا ما في عربي؟ هلا اكيد بنقدر الموسيقى العربيه بس الموسيقى العربيه للناس اللي بيعملوا الموسيقى العربيه اللي بيعرفوا يعملوا الموسيقى العربيه نحن بنعمل اللي بنعرف نعمله اكيد. بتكتب مع انه انت كاتب عربي؟ كاتب شيء عربي بتكتب عربي بس مش العربي الشرقي اكيد عربي بالاسلوب اكيد مستوحى من الباندات اللي عم تشوفيهم هلا بيعملوا اسلوب غربي اكثر شوي يمكن راب يمكن على راب ولا مش بالضروره اكثر روك ويعني في بوست روك اذا بدك حتى في مزيج يعني بتشوفه انت بالباندات مع الشرقي نعم. انا لا في غربي مش هيك بقول لك خلي الشرقي للشرقي. هشام بتعلموا شيء عربي ولا اكيد عنا في عنا غنى شرقي وفي عنا عود عنا ناي عنا فيولون بياخذوا اكيد اشياء مقامات عربيه يعني بنعطي مش منا بس روك يعني انه بنعطي نحن عفايقه انه
السكول نحن بنعمل اكزامز، عندنا شهاده الروكنباخ، وبنعطي عندنا متعاقدين مع ترينتي ميوزك كوليدج لندن، يعني كل ولد عم بيعمل كلاسيك في بيعمل فحص بالسنه مره، بيجي لجنه من انجلند تعمل له فحص كلاسيك بياخذ شهاده من انجلند. ونحن كروكنباخ انا شخصيا مسؤول عن الروكن بوب بروجرام بالترينتي كوليدج لندن، انا مسؤول عنه بلبنان، يعني انا عم بعزم غير سكولز يجوا يقدموا كمان هذا البروجرام معنا، يعني التلميذ اللي عم بيعمل تنقول درامز ولا بيس ولا روك جيتار ولا سينجينج، حتى اذا كان لوحده عم بيدرس بالبيت ولا بغير ميوزك سكول، في جيل عنا يقدم الطلب وبيعمل فحص وبياخذ شهاده من انجلند انه هو اكومبليشد جريد 2 ولا جريد 8 حسب اي جريد، هن في 8 جريدز اكشلي. قريبا بصيروا تشوفوا اكثر دعايات عن هالموضوع تبع الروك اند بوب ترينيتي كوليدج لندن، يعني رح حلو كثير. شادي لوين بتطمح توصل؟ بدك تكفي بالفن كل تركيزك يكون على الفن، ولا بدك تعمل شيء ما بعرف؟ انا يا ريت بقدر فوت بالفن كموسيقى، بس بتعرف قد ايه صعبه الواحد يفوت بفن الموسيقى، فهون اذا بدك الملجا تبعي انه نفوت بدومين الفن وضل سيف، يعني نحن عم نعمل هالاكتيفيتيز يمكن نوصل لمطرح ما بتعرف لوين نوصل ان شاء الله. انا الدومين تبعي فيلم ميكينج اكثر، بس بالموسيقى ان شاء الله يمكن ما بتعرف ايش بيصير على طول. صح، ما حدا بيعرف لوين مزبوط. يمكن هيك فجاه تبرم معك وتقرر تكفي. شادي وين عم بتكونوا موجودين؟ بحفلات بايفنت؟ يعني في كذا حفلات عملناها وكذا ايفنت فتنا فيها، واكثريه العالم يعني كانوا عم بيكونوا جمهور فاميليز وكيدز، وعم نتامل انه نكون نشوف اكثر يونغ. كان في اكيد شو اسمه مشاركات لكم بايفنت، مشاركات بايفنتس في يونغ اودينس، بس عم نتامل انه يكون في اكثر اكيد ان شاء الله. هشام شو في هيك عندنا مشاريع لا روكنباخ عم بتحضر لهم؟ بركي للصيفية. نو عنا هلا نيبة فان ماي عنا كونسير روك اند دونيشن بلشنا نشتغل عليه مبدئيا، يعني بعدنا منا 100% رح يكون بكازينو دي ليبون. الجمعية رح يتقدم لها، عم نشتغل كمان مع الجمعية بعد منا مقررين أي جمعية. كمان زيت الشيء في تقريبا بال 100-120 ولد رح يكونوا مشاركين فيه. بالصيفية عادة نحن بنعمل كامب بسمي روكوود سمر كامب، هو بيروحوا الجمعة الأولاد بناموا برا كل الوقت الميوزك، وهي كمان عم نشتغل. حلو كتير. ومن ناحية الدانسينج عم نعمل عنا هلا في الجرين مايندز بالكازينو دي ليبون، عاملين كمان ايفنت بأبريل. كمان مشاركين في الجروب الهيب هوب رح تشوفوه بعد شوي، هيدا بس مانجد باي فليم دانس اكاديمي، ما خصو هي الجروب اسمها فاير ستورمز اللي عم بيرقصوا. غير مشاريع مبدئيا هيدا كل شيء هلا، يعني لحد هلا اكيد هي. كل التوفيق لكم. شادي شو رح نسمع منك؟ رح نسمع هلا غنية تويستن. اوكي وهذا تفضل. ثانك يو شادي، موفق اكيد. هشام ما بعرف اذا في شيء ويب سايت اذا حدا عبيله هيك يستفسر اكثر عن هالمدرسه. تفضل شادي. في فوتوا على www.rockenbach ملزقه ببعضها روك اوكي nbach.com، وفي فوتوا الفيسبوك بيج تبعنا كمان في ياخذوا انفورميشن عن كل شيء. ميرسي شادي الك لكين. ميرسي لكم. Got me twisting my fire, you got me feeling so bad about the person that I am. You got me dealing my life, you got me forget myself. You roll the dice and color my sky. I am
a piece of men for the nice tea. I am another cup that is empty. I am a forsaken friend with no apples. How to know how to love you before I know how to love myself? So please allow me to speak to me. Twisting my fire, you got me feeling so bad about the person that I am. You got me delay my life, you got me forget myself. You roll the dice and color my sky. I am another cup that is empty. I am a piece of men for a nice tea. How do you know how to love you before I know how to love myself? So please allow me to speak to me. Thank you.
lonesome, you know I feel, don't you know? Butterflies all out having fun, you know what I mean. When this day is done, and this whole world is a new world, and a poor world for me, and I'm feeling good. Stars when you shine, you know how I feel. Settle the vine, you know. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. Oh, man. ميوزيك كلاب باند، بعد ما تعرفنا عليهم اكيد بنرجع بنحييهم. ونحن تابعين بفقراتنا، وصلنا لفقره الابراج مع ضيفتنا وزميلتنا جمانة وهبي. هاي جمانة. هاي ساشا. شو القصه مع الابراج؟ قبل كل شيء اشتقت لك. عن جد انا كمان واشتقت لك. هاي ما حكيته لشبعته. ناطرتك عن جد. وحياة الله كثير اشتقت لكم عن جد. لاف يو نانسي، لاف يو ساشا. حبيبي نحن بنحبك كثير كثير بحبكم. بس شو القصه؟ ليش الاسد مش رايق والحمل مش رايق؟ مين قال لك؟ القوس مش رايق. بس اليوم لهون الضحكه. بس اليوم صفا انه سلامتك. بس ابعد من هيك شوي نانسي. شو حبيبي؟ ابعد من هيك شوي. ابعد من هيك ايه يعني عم بتقول بس مريضه. ايه بس بعد في ابعد من هيك لكل مواليد برج الحمل. ايه شو بدنا نقول لمواليد برج الحمل؟ ونبلش باول برج اكيد. نبدا مع اللون الاخضر. حلو للون الاخضر واللابس اخضر. حبيت انه اليوم انت لابسه اخضر. بتعرفي شو بيعني اللون الاخضر بعلم الطاقه؟ بيعني انه تصالح عاطفي. وفعلا هيدا اللي حطته انا اليوم لمواليد برج الحمل. صح. اذا بدك تقريها، إذا بدك تقري يا نانسي. شوفي الفلك عم يتحدث عن مبادرات عاطفية لمولود برج. خليني أشوف أنا. ده ليكي. ها ها بعت. شوفي مبادرات عاطفية يعني تصالح، تصالح عاطفي. اها انا بدي اقعد اقرا. لا بس انا لا تعرفي. اوكي. فلكينا لكل مواليد برج الحمل كتروا من اللون الاخضر مثل ما عامله نانسي، لانه اللون الاخضر بيربز بعلم الطاقه للمبادرات العاطفيه، للصلح العاطفي، للقاء العاطفي، كمان للشوق للحبيب. لكن فينا نقول قد ما فيكم تشتاقوا، ولكن عرفوا كيف الطريق لقلب حبيبكم او شريككم بالعاطفه من بعد ما كنتوا قاطعين بتوترات عاطفيه. لكن الفلك عم يتحدث عن مبادرات لطيفه، وعم يتحدث عن إعادة الوضع العاطفي عند مولود برج الحمل لإعادته لمكانه أو مساره الطبيعي، ولكن بتضل الأمور شوي بحالة تشنج أو بحالة عدم ارتياح. مهنيا فينا نقول الأمور أوكي عند مواليد برج الحمل، ما في أي تغيير، بعدهم بمطرحهم، ولكن بضل عنا باب السفر اللي مفتوح قدامهم، ولكن لا فينا نقول لأشهر مقبلة. مواليد برج الثور الفلك عم يتحدث عن دعم مادي من بعد ما كنا شفنا مولود برج الثور بفترات سابقة كان عم بعيش الضغط العاطفي، ما زال عم بعيش الضغط العاطفي، ولكن فينا نقول كمان الفلك عم يبتسم له وعم بيعطيه كمان بعض المواعيد الغرامية أو حتى العروض العاطفية يلي بانتظاره. وبالإضافة كمان لكل مواليد برج الثور اللي عباله يغير موقع عمل أو حتى اللي انتقل على موقع عمل، يدير باله بعده الفلك عم بيتحدث عن بعض الاحتكاكات المهنية اللي ممكن تخلي مولود برج الثور بعدم أمان مهني. لكن فينا نقول عدم الأمان المهني عم بيسيطر على مواليد برج الثور، ولكن فلكيا فينا ننطر شوي، وفينا نقول خلينا نكون متفائلين لأنه بشوفكم بمرحلة قريبة بوضع أفضل من هلأ.
حلو ماشي الحال هلا. ماشي الحال. رح نبدا مع مولود برج الجوزاء. لكل مواليد برج الجوزاء فينا نقول اهتمامات ان كان باللوك الخارجي، ان كان بدايت معين، ان كان ببعض التغييرات اللي بتخليه جذاب اكثر، بتعطيه هاله حلوه اكثر. وكمان لمواليد برج الجوزاء فينا نقول ممكن حدا يدعيكم للسفر، وممكن تشتغلوا على ورق السفر، وممكن تكونوا عم تحضروا باسبوراتكم او حتى ناطرين عرض عمل من خارج الارض. فينا نقول الاجواء الفلكيه كمان رائعه وكثير حلوه عند مواليد برج الجوزاء، ولكنه كمان مسؤولياته كثيره وتضحياته عم بتكون اكبر، وحياته العاطفيه عم تتجه نحو الافضل. لكن طريقتك او حتى مبادرتك او حتى اسلوبك مع الشريك رح يعطيك استقرار عاطفي، وكمان رح يخليك بأمان عاطفي. مواليد برج السرطان أكيد فينا نقلكن إذا كنتوا ناويين على السفر، أو إذا كنتوا ناويين على خطة عمل، أو حتى على مشروع أو شراكة عمل، فينا نقلكن أجلوا الوضع شوي، أجلوا الأمر شوي، لأنه الأجواء الفلكية عم تعطيني التأخير. فحتى ما تتوتروا، ما تعيشوا القلق المهني أو تعيشوا التوتر النفسي. لكن فينا نقلكن أخروا شوي موضوع الشراكة العمل أو حتى القرارات اللي انتو ممكن تقوموا فيها، وخصوصا هاليومين القادمين. اما بالنسبة للامور العاطفية فمنشوف مولود برج السرطان عنده قرارات عاطفية ممكن تكون مبطنة ومخبية، ولكن رح تظهر للعلن، وخصوصا انه الفلك عم بيعطي نتائج واشارات كتير حلوة لقرارات عاطفية فيها استقرار. وصلنا عند هالاسد المربع وقاعد ومكتف ومنه راضي. اليوم نمر مش اسد. اه صح نمر، ما هي اسد بس بيطوب النمر. ما عم اقول لك يا عم يوم نمر شو بس برج الاسد هذا؟ اسد بيطوب النمر، فخلينا اسد بيطوب الاسد لحتى نقدر نتغلب نخربش. لا ما بدنا نخربش، رح نقلب. مضطرين، مضطر مولود برج الاسد يخربش هلا حمايه لاوضاعه، وكمان لحتى يفش خلقه شوي لانه نفسيا مزعج. نفسيا ما كتير رايقه معه، وخصوصا انه عم بكرفت له 4-5 ايام واكثر كمان، ومن بدايه السنه. وحتى الاجواء العاطفيه او حتى الشريك ما عم بيقدر يمتص غضب مولود برج الاسد يلي حلوين اسنانه الاسد لما بيضحك. شو قصدك شو مانا؟ اشتقنا لبلبلي عن جد، تحياتي بلبلي لك. وكمان حتى الرجال مواليد برج الاسد مش رايقين صراحه. بس ما في سبب، ما في سبب. يعني لما عم نتعاطى مع اشخاص حوالينا كلهم طاقتهم سلبيه، بدنا نمتص هالطاقات السلبيه. يعني جاوري السعيد بتسعد وجاوري الغني فايبس. ابدا معمل. ابدا. فهيدي هي خليكي مع السعيد انت. اول نانسي سوري توني نانسي. عم تقول لك خليكي مع السعيد بتسعد. ايه خليكي مع السعيد معك يعني. ايه شو بدي اتحمل. لكن مواليد برج الاسد خليكم بطاقة ايجابية، وخلي روحكم تكون مرحة اكتر، وخصوصا انه الفلك عم بيعطيني اشارات رائعة جدا. ولكن كمان فينا نقول من بداية شهر 3، بداية شهر 3 يعني اذار اللي بيحمل من منتصف وطلوع بيحمل معه فصل الربيع، ببلش مولود برج الاسد يحس ببعض الارتياحات ويحس ببعض الحلول اللي ممكن تكون ناطرته، وخصوصا على الصعيد المادي. بعد الضغط المادي والضيقه اللي عايش فيها مولود برج الاسد، بالاضافه كمان لتصالحات عاطفيه بانتظاره، وكمان حتى عوده الامور الى طبيعتها ومسارها واهتماماتها العائليه رح تكون موجوده عنده. وكمان لكل مواليد برج الاسد اللي عم بيشتغلوا على لوك جديد، فينا نقلكم ليش لا، طالما انه هلا نفسيا مش مرتاحين لربما اللوك الجديد بيعطيكم راحه نفسيه اكثر. مواليد برج العذراء فينا نقول لكل مواليد برج العذراء اهتمامات بورق قانوني او حتى اوراق وقضايا مهنيه وقانونيه سوا، لكن حيبقى مشغول باله، حيبقى موتر، حيبقى مزعوج، عتلان هم، وخصوصا انه من الاشخاص اللي بيبقى موسوس زياده عن اللزوم. لكن في عنا حلول لورقه قانونيه انت بانتظارها مولود برج العذراء، وبالاضافه كمان لقرارات عاطفيه لربما كان الشريك شوي كنت عايش ما بين
بينك وبينه ببعض الجفاء العاطفي، منشوفه كأنه رح يقدم لك مبادرة، وخصوصا مواليد برج العذراء هيدي السنة تعتبر سنة إيجابية على الصعيد العاطفي، رغم أنه بدايتها عم تعطي كانت إنذارات بالفراق والحسم والمواجهات العاطفية، ولكن هيدا ما بيعني أنه من منتصفه وطلوع رح تعطي مواليد برج العذراء قرارات عاطفية فيها ارتباط جدي، وكمان حتى تصحيح مساره العاطفي مع الشريك. مواليد برج الميزان، بعده مولود برج الميزان مزعوج من وضعه المهني، مزعوج من المحيطين فيه، إن كان من الزملاء أو المسؤولين أو التغييرات اللي فجأة عم بتصير بمحيطه المهني، واقف منه راضي، واقف محتاج، واقف مزعوج، ولكن كمان فينا نقول مضغوط ماديا ومنه مرتاح. بالإضافة كمان لكل مواليد برج الميزان اللي عنده متابعات طبية أو حتى ورق طبي، وفينا نعطي البشارة الحلوة لكل مواليد برج الميزان إذا كانوا عم بفكروا بمولود او عم بفكروا ببيبي، فينا نقلكم من شهر 6 وطلوع بلشوا فكروا بالامر جدي، لانه هلا فحوصاتكم وحتى الخطوه اذا كنتوا عم تفكروا فيها ما رح تبقى لصالحكم. مواليد برج العقرب، بعدنا عم نقول لمواليد برج العقرب اللي عنده انطلاقات مهنيه رائعه، وكمان حتى حدود مسؤولياته عم تكبر اكثر، ولكن عم بضلوا مضغوط مهنيا، وبالاضافه لسفره ممكن يضطر فيها، كانه هالسفره هي فيها اتفاق عمل او حتى فيها شراكه عمل او حتى فيها بناء لخطوات مهنيه مقبله. وكمان فينا نقول لكل مواليد برج العقرب اللي عم بيعاني احد افراد عائلتهم من ورق قانوني او حتى عم بيعاني من ملاحقه قانونيه او مساءلات قانونيه، قد يكون الوقت اللي جاي افضل على مواليد برج العقرب، وكمان رح يقدر يلاقي الحلول المناسبه لها. اما عاطفيا ففينا نقول لك خليك اهدى مع الشريك، وخصوصا انك مشغول عنه وكانك كمان عم بتعيش بعض الاهمال ما بينك وبين الشريك. مواليد برج القوس اكيد هاي لريما، ريما حبيبتي بحييك، ان شاء الله تكون عم تسمعنا. نسلم عليها كلنا اكيد. اكيد بنحيا لريما، عم تسمعنا لانها بترد دغري. ما انا اليوم معنا عم بقول انه مش غريب انه قالت لك هاي دغري هاي الهاي لريما جاهزه. ريما عزيزتي، نحن القوس مش رايقين، الامور عنا اياها منا كثير مثل ما نحن بدنا، ولكن كمان ممكن يضطر مولود برج القوس انه يبعد شوي عن مسؤوليات العمل تبعيته، وهيدا ما بيعني انه ما رح يكون عينه على عمل جديد او اضافه جديده او عمل اضافي جديد، لكن فينا نقول خطوات جباره بيقوم فيها مولود برج القوس، رغم انه نفسيا منه مرتاح. وكمان فينا نقول على الصعيد العاطفي الامور كل ما قدمنا بالاشهر لقدام كل ما بلشت الامور العاطفيه تعطي نتائج حلوه عند مولود برج القوس، رغم لهلا فينا نقول انه خطر الطلاق والانفصال والبعد والحسم بالقرارات العاطفيه والخساره العاطفيه بعده موجود، لكل اللي عباله يتمسك بشريكه العاطفي بنقلكم قد ما فيكم تنازلوا بمطارح وسامحوا بمطارح وكمان صالحوا بمطارح لحد ما توصلوا لمطرح مثل ما قلنا فلكيا تكون الامور عندكم اياها منيحه، بنقلكم سامحوا بس ما تصالحوا لتقدروا تربوا الشريك، وكمان انه ما تكونوا لقمه سهله عنده. مواليد برج الجدي بيعني لها لساشا مولود برج الجدي اللي بعده موتر للاسد، وبعده كمان مخليه مش عارف كيف بده يساعده او حتى يشيله او ينقذه من الوقعات اللي هو فيها او حتى الضغوطات المهنيه. لكل مواليد برج الجدي يلي شريكه اسد ومعظمهم شركائهم اسد او سرطان او حتى حمل، فينا نقلكم الاجواء الفلكيه ما عم تعطي ارتياحات لمواليد برج الجدي ان كان على الصعيد المهني، وخصوصا انه عم بعيش بعض الضغوطات الماديه وكمان اهتمامات فيما يتعلق بمسؤوليات مهنيه قد تكون مطلوبه منه، يعني كانه مبالغ من المال بيقبضها بهيدي الايد وبكبها بايد ثانيه، ولكن فيني طمنك مولود برج الجدي انك رح تمضي على ورقه، وهالورقه كانه مشروع سابق او حتى عمل سابق او حتى قرار مهني بانتظارك، ولكن فينا نقول لك خبي امورك المهنيه وما تحكي فيها ابدا. اما عاطفيا حاول تلطف الاجواء ما بينك وبين شريكك، وخصوصا انه الشريك اخذ على خاطره منك كثير. مواليد برج الدلو، حضر حالك لسفر، وحضر حالك كمان انه يبقى صوتك مسموع على الصعيد المهني، احتجاجاتك وكمان انه اعتراضاتك من الناحيه المهنيه ورفضك لبعض المعطيات اللي انطرحت جديد او حتى انفرضت عليك جديد كانك رح تتقبلها، ولكن تتقبلها كانه غصب عنك، وكمان رح تقدر تعطي مقترحاتك وحيبقى صوتك مسموع فيها. وكمان فينا نقول لمواليد برج الدلو اذا كنت انت على متابعه طبيه ليش لا، حاول انك تعطي اكثر وقتك لوضعك الصحي، وخصوصا انه مهنيا رح تكون عندك البواب مفتوحه والحظوظ عم تلعب لصالحك. اخر الابراج معنا مولود برج الحوت، وفينا نقول لكل مواليد برج الحوت انتبهوا من الاحتكاكات العاطفيه، وخصوصا انه باب الفراق
وحتى باب المحاكم للطلاق موجودة عندكم بحياتكم العاطفية، وكمان حاولوا انكم تعطوا نفسكم فرصة وحاولوا كمان تلطفوا الأجواء ما بينكم وبين شريككم بالعاطفة. كمان فينا نقول لمواليد برج الحوت اهتمامات بورق قانوني، كأن الأمور رح تلعب بالصدفة لصالحكم، وكأنه مش بس انه يلعب بالصدفة لصالحكم إلا كمان رح يصالحكم مع المتنافس أو مع الخصم. كمان فينا نقول سفر عم بحضر له مولود برج الحوت، وهيدي كانت قراءتنا للأبراج للأسبوع المقبل. Alright، هيدي كانت لآخر الأبراج برج الحوت. بس شي بيخوف لبرج الحوت عن الوضع يعني العاطفي؟ معظم الأبراج مثل ما قالت نانسي عم بتغلي غليان، يعني نحن عم نعيش دايرة فلكية 12 برج. إذا تأثر برج الحمل أنا بيتأثر عندي البيت العاشر تبعي، لأنه بيعتبر أنه البيت العاشر تبعولي. أو إذا مثلا بدي أقول برج الحمل بيته الخامس الأسد، يعني إذا كان الأسد تعبان يعني حلاقي كمان مولود برج الحمل عم بيتأثر ما بينه وبين أفراد عائلته بتشنج ما بينه. يعني قصدك جمانة إذا كانوا الأبراج نارية ذات الشيء تقريبا بيكونوا نحن مثلث ناري، إيه؟ أكيد بدنا نتأثر بالتقويم الفلكي بالكواكب اللي عم بتصير حوالينا. ولكن كمان فيني أقول برج الحمل يعتبر البرج الأول، والأبراج هي عبارة عن 12 بيت. أوكي. يعني برج الحمل إذا بدي أقول أنا لمولود برج الثور إذا كان الحمل تعبان بقول له أنا ما تسافر هلأ، لأنه ما رح يزبط معه، لأنه يعتبر بيته الأخير لأله، فبيبنعه من السفر أو بيعطيه بعض العرقين. شغل الحمل مشى الأبراج مثل ما بده. ليدر قائد. لا مش مشي مثل ما عم تمزع. لا ما هي 12 بيت ب 12 برج، تأثر برج يعني بدي أتأثر أنا بمطرح عندك. أكيد. جمانة خبريني كيف قضيت الفالنتاين؟ بالبيت صراحة، واجاني كادو كتير حلو لطيف حبيته. صح حلو. ايه وهيك بصراحة كنت ناسي انا الفالنتاين. بس مش كنت نسيتي؟ ايه صراحة كنت نسيته لانه كان عندي سفرة، كنت بمصر يعني. كنت عم صور حلقة، توقعاتي لمصر كلها 100%. حكيت عن السيسي بيخلع البدلة العسكرية بيستعد لرئاسة الجمهورية، فحتى بالريبورتاج اللي حطوه فرجوا انه خلع البدلة العسكرية ولبس البدلة المدنية وعم بيستعد للرئاسة. كنت حكيت عن التفجيرات الأمنية اللي صارت تطال المدريات بمصر، وفعلا يعني فمشان هيك انه كان عندي تصوير بمصر بأكثر من محطة، فمشان هيك ما حسيت بالفالنتاين ابدا. جيت بيوم الفالنتاين فلقيت الكادويات نطرتني بس، فكنت بسيطة. كنا نشوف نحن وياكي كيف المشاهير قضوا الفالنتاين. ايه ليش لا، حبي يلا. هي باللون الاحمر. ايه يبدو ان نجوم هوليوود اتفقوا على نفس البرنامج سهرة الفالنتاين بعدما نفت إشاعة انفصالها عن رايان غوسلين. تقول إيفا مانديس أنها ليست فالنتاين بيرسون، ووجبة دسمة ومشاهدة فيلم في البيت هو البرنامج الأنسب لها. جيسيكا ألبا تقول يوم الفالنتاين أقضيه مع العائلة، في العادة يكون يوما رومانسيا، لكن في الفترة الأخيرة قررنا أن نقضيه مع البنات، نرسم، نصمم بطاقات وهكذا. جون ليجند وزوجته احتفل بالفالنتاين لايف في برنامج Good Morning America، أين قامت كريس بتحضير الحلو المفضل لديه، أما هو فلقد أمتع الجمهور بأشهر أغاني الحب. المرشح لجائزة الأوسكار ماثيو ماكونهي صرح أنه حضر عشاء لكاميلا والأولاد، ويقول ماثيو أنه هو من يطبخ غالبا، لكن زوجته طباخة جيدة أيضا. نجم وولفرين هيو جاكمان قال كل يوم هو فالنتاين بالنسبة لنا، وتقول زوجته رفيقته لمدة 17 سنة هيو أحسن واحد يحضر بانكيكس، كما يحضر لي الفطور كل صباح إلى السرير. صرح الثنائي أن سبب نجاح زواجهما هو استقلالية كل واحد عن الآخر. درو باريمور صرحت أن مشروعها الأهم في فالنتاين هو الأكل الأكل ثم الأكل، وتقول أنا وويل نعشق مشاهدة برامج الطبخ، وتضيف متعتي الخالصة هي أن أكل وأشاهد برنامج للطبخ. أوكي، الآن عرفنا ماذا كان برنامج نجوم هوليوود لعيد الحب.
ماذا عنكم؟ وبعدنا بأجواء فالنتاين مع ضيفتنا المعتادة والثابتة الأستاذة الجامعية نادين جودي. هاي نادين. هاي. بعدنا بالأجواء الأحمر و الفالنتاين. القلب عم بدق ولا كيف؟ دايما بدق. دايما القلب بدق. دايما بحالة عشق وغرام وحب. عشق وغرام للحياة ولكل شيء حلو. بنعيدك هابي فالنتاين نادين. ثانك يو. مبسوطين بحضورك معنا. وأنا كنت مبسوطة كثير فيك نهار الفالنتاين لما كنت لابسة أحمر وعم تعبري عن الحب. وبدي أقول كمان لبيلو هاي، بدي أقول له هابي فالنتاين بلال، صار لي زمان ما شفتك لايف. أكيد مجهولة تحية لبيلو. ونحن كمان بهالفقرة نادين اختارت تحكي عن موضوع يمكن بعض الأولاد بيواجهوا، وسبشل الأهل يمكن ما بيعرفوا كيف يتواصلوا مع الولد أو نحل هالمشكلة أو هالحالة، وهي الكذب عند الأولاد والسرقة ببعض الأحيان. منيح مش عم نحكي عن الكذب عند الكبار بالفالنتاين. بدنا حلقة حلقات ببيروت ما بنخلص. ما خلينا عن الكذب. مثل مين كان معلق على الفيسبوك شفتها على سيرة على فالنتاين، مثل مين كان قايل انه في شاب فات عم بيشتري ورود، هيدي مثلا لا ياسمين، هيدي لا نانسي. منيح اللي حافظ اسماء. منيح اللي حافظ اسماء. اوكي نادين، قد ايه بنشوف هيك حالات ان كان الكذب عند الاطفال والسرقة ممكن تصير يعني ببعض هي أحيان. منتشرة كثير ولكن ما بنعرف عنها لسبب انه هو سلوك سيء ما عادة بيعبروا عنه الاهل او المعلمات لما يكتشفوا هذا الشيء، بس هو منتشر وموجود. نحن داخل الادارة اكيد نقدر نلاحظ هذه الحركات، بيجينا كثير شكاوى عن الموضوع ولكن ما بصير علني بدله صرف، عشان هيك هي ما كثير متداولة نحكي انه في تلميذ سرق او في تلميذ كذاب. كلمة كذبة مش انه نزوي لسبب ما، لا هو بيتصف بالكذب، فهي منتشرة ولكن مش بالعلن. منا معلنة أكثر. طب هالحالة بتبلش من البيت، يعني هالولد يمكن مش بس بيكذب على أصدقائه أو أصحابه بالمدرسة، ما حتى على الأهل ببعض الأحيان. الكذب هو وين ما كان موجود، وفعلا مثل ما عم نقول عند صغار وعند كبار بكل الاعمار، هو عنده عده اسباب وهو عده انواع. في اول نوع يلي هو بده يدافع عن حاله، يلي هو الكذب الدفاعي، يعني اذا كسر شيء بالبيت يلي هو شغله كثير بسيطه، عارف انه العقاب كثير قوي بيضطر يكذب، فهذا الكذب الدفاعي موجود بكل الاعمار بكل المراحل، بدافع عن حاله لانه بيهرب من العقاب الشديد. في نوع ثاني من الكذب يلي هو الكذب الادعائي، هذا عند الصغار كثير موجود، بكون في كثير اشياء ساشا ما عندهم اياها، بخيالهم بيتمنوا انه يكون عندهم اياها، فبصيروا بينسجوا من الخيال، بابا عنده سياره، انا امبارح كنت مسافر، من نسج الخيال بصير بيخترع اشياء وبيكذب بس لانه هو هون عم يدعي بشيء هو بيفتقده، عنده شعور بالنقص. أوكي. اما النوع الثالث اللي هو الكذب الانتقامي، هذا بيرد على سؤالك ساشا انه بيجي من البيت لسبب واحد، انه ممكن هون يكون عنده شعور بالنقص، بالغيره، امه عم تعامل خيه احسن منه، بالمدرسه المعلمه عم تعامل حدا احسن منه، بيضطر انه يكذب هون، هذا بسميه الكذب الانتقامي، بده ينتقم من حدا. واذا الاهل عذبوه كثير لابنهم وعارف انه ممكن اذا عرفوه كذب بدهم هن يعصبوا فهو بكذب. فهن ثلاث انواع، ليدافع عن نفسه، ليدعي بشيء من نسج الخيال، او بكذب لينتقم من حيلا حدا، ممكن تكون معلمته او ممكن تكون امه او ممكن يكون بيو، بسبب الغيره والنقص، عاده النقص. بس هي الكذبه يعني شيء طبيعي الولد يمرق فيها، بس حسب شو نوع الكذبه. صح ساشا، خاصة هون خلينا نقول هو شيء كثير طبيعي لما يكون بعمر 4 لـ5 سنين، بنسميها الكذب البيضاء، الكذب الصادقة هون، لسبب انه هو هون بعمر 4 لـ5 سنين بمرحلة الأنوية اللي هو بفكر بس بحاله، ما عم يقدر يميز كثير بين الواقع والخيال، فبهيدي المرحلة هو بيكون عم بيكذب لأنه هو مركز حول نفسه، بده كل شيء لإله لرغباته بين 4 و5 سنين، بهالمرحلة ما بنتهمه نحن بالكذب، بالعكس هو شيء صادق ولكن لا شعور بهالمرحلة طبيعي انه يكون عم يكذب لانه متمركز حول نفسه وبده كل شيء يكون له. فبهالعمر 4 لـ5 سنين بنسامحه فيها وما يعتبر كذب، بالعكس كل شيء عم بقوله هو من خياله، نسج الخيال مسيطر عليه، هو صادق، خيال صادق، ما بدنا نوقف له خياله، بس بهالمرحلة مسامح. يعني وبأي مرحلة لا يسامح او ما بنسامح الولد
وهون لازم على الاهل انه يتدخلوا، وشو الطريقه اللي بتكون للتدخل او التواصل لحل هالمشكله؟ مجرد ما هو عارف يميز بين الواقع والخيال طبيعي لازم الاهل يتدخلوا، المدرسه تتدخل، ما نتساهل ابدا. التساهل بهالمرحله بتصير اذا كذب مره بدها تصير عنده عادي، وبس يصير هذا اللون اللي هو لون الكذب لياخذ اللي بده اياه مكتسب، اكتسب وصارت عنده بتخافي، بعدين تصير هي من نزوه لشيء تملك عنده. بتعرفي نادين الولد بينبسط يعني بس يعرف هو انه مكذب على الاهل وهالكذبة صدقوها. مظبوط. بتصير تعطيه نوع من السعادة هو للولد هو انه هو متحكم ومسيطر على الأمور. هو كان عنده لو سيلف استيم، ما كان شايف حاله. إذا قدام رفقاته بقول لهم أنا كذبت، ما بقول لهم كذبت، بقول لهم أنا حصلت على هيدي، ما بده يقول لهم على الطريقة. فهي مجرد ما كذب، خاصة ساشا هلا بالأفلام كثير اللصوص واللي بيكذبوا ما عم يتعاقبوا بالفيلم، إذا عم يحضروا أفلام ما عم يتعاقبوا، بالعكس عم بيكون بالفيلم هو لما اللص أو حدا كذب عم يربح بالآخر لفترة معينة، ما عم يكتسبها هو هون هيدي عادة الكذب وعادة السرقة بالمحاكاة والاكتساب، وعم بيشوف القدوة لإله. فهي الأفلام بعض الأحيان عم تلعب دور خاطئ لأنه ما بينطر للآخر ليشوف العقاب، بهالمرحلة شاف لحظة المتعة اللي هو مصاب فيها. يعني هذا الشيء صحيح، هو شيء صحيح بالنسبة له وما قدر يميزه، حتى لو عرف إنه هذا الشيء غلط بياخذ البارتي اللي هو ناسبه. فهي عوامل مختلفة. شخصية بينوكي الشخصية اللي نحن تأثرنا فيها نحن أولاد نحن وصغار عند الكذب. مزبوط. شو بيصير؟ خلينا نشوف بلاير عن هالشخصية. وهيك كمان منعلق لأنه عم نحكي عن الكذب عند الأطفال نادين. أوكي، هلأ فيلم بينوكيو هو معروف للصغار وللكبار، وفيه كتير رسالة واضحة تحديداً عن هذه القيمة اللي هي قيمة الكذب اللي هو ما لازم يكذب. إذا منلاحظ حنلاحظ هلأ يمكن منخاره عم يطول شوي، كل ما يكذب كذبة عم يطول منخاره، ليجي حدا وينقذه لبينوكيو ويقول له أوكي ماشي الحال أنك أنت كذبت هالمرة، ولكن بدك توعدني أنك ما تكذب. بينوكيو هون قال عن حاله أنه أنا I'm awful I'm naughty، اعترف بهذا الشيء وقال أنه forgive me، يعني طلب قال سوري، اعترف اول شيء بغلطه، رجع قال سوري، رجع طلب من اللي عم تساعده انه خلص هيدي اخر مره انا حكذب فيها، قالت له اوكي انا حسامحك هالمره بس ما في غيرها. فهي رساله كثير موجهه للاولاد، مثل اي فيلم بالفيري تيلز بيقدر يوصل مسج معينه، مورال معينه، مورال معينه. ففيلم بينوكيو هادف فعلا 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 لهيدي العاده السيئه اللي هي الكذب، في كثير اولاد بيتاثروا فيها. طبعا هون مش لكل الاعمار نقدر نحط فيلم بينوكيو لحتى فعلا ما يخاف انه منخاره يطول، يعني لهيدي الخبريه بصير بيخاف كثير. فنحن بنشجع ساشا حضور الافلام دايما بال تكون هادفه يعني هادفة ولا رساله. كل فيلم له هدف، مثل الذباب الثلاثه عنده هدف على العائله والعائله. هلا بينوكيو فعلا اكثر مسج بيقدر يوصل لنعالج حاله الكذب عند الاولاد، لسبب انه ممكن العلاج ساشا يكون نوعين، يا علاج وقائي نتجنب، يا علاج من بعد ما هو الولد يكذب. فيلم بينوكيو كثير منيح ينحط كننمي عنده القيم والمبادئ حتى يتجنب الكذب، مش ننطر ليوقع بالكذب نرجع نحضره فيلم بينوكيو. ففيلم بينوكيو هو يعتبر علاج وقائي لمشكله الكذب، بيقدر يعالج كثير اولاد. كثير مهم اللي قلتيه نادين. طب شو بنعمل بالحاله اذا اكيد عرفنا انه هالولد كذب؟ نبره الصوت كيف لازم تكون؟ لازم نعيط عليه؟ نقول له انه نحن عرفنا انك انت كذبت؟ كيف بنتواصل معه؟ عرفنا انك انت كذبت 100% ابدا ما لازم نخبي، لانه التساهل بخليه يسترسل بالكذب اللي هو فيه ويعيدها كذا مره. فلازم نحن هون المواجهه تكون، ولكن اهم شيء نركز على كلمه العقاب. بده يتعاقب، مش ما بده يتعاقب، بده يتعاقب، ولكن العقاب ما يكون كثير قوي لحتى يصير هو يعترف. فالعلاج اللي هو من بعد ما يكذب هو المواجهه، النصيحه، اذا ما نحكيه بالقيم وحب الله والجاستس بس على الهدى والعدالة. يعني مش انه في يعني على الهدى، مش انه على الهدى، لانه انا عم اقول اذا ما نحكيه عن هون العداله والجاستس بهالمرحله ما حيفهم، ما رح يفهم صح. ولكن نحدد له الغلط اللي هو عمله، ودائما نفتش على السبب. اوكي، مهم نعرف السبب ونوجه العقاب حسب السبب اللي هو عمله. طب نادين السرقه شو سببها؟ ممكن نحن نفكر بعض الاحيان هي حاجه عند الولد، اذا كان وضع الاهل ما مساعده يشتري او مستحلي يمكن غرض معين. هذا واحد من الاسباب يلي هو الوضع الاقتصادي، الوضع المالي. ولكن هالايام بين انه مرض السرقه هو مرض، صار نبطل انه هو بس نزوه، هو صار مرض. هلا انا وعم يسووا لنا شعراتنا وجمالنا، كان حدا عم بيقول لي عن شو الموضوع، قلت له، قال لي انا رفيقي لو بده كنا بسوبر ماركت بده يسرق شيء ب 250 ليره بده يسرقه، فهو بصير
مرض، مرض بالعدوى. ليش عم يسرقوا؟ هلا غير انه هن بحاجه لماده شيء اقتصادي، دائما مثل ما نقول هو عم بعوض عن شيء شعور بالنقص. مش ضروري شيء اقتصادي، بنشوف كمان بيكون الوضع كثير منيح اقتصاديا. هو ساشا هون تعود على عدم الامانه، يعني لما كذب هي عدم الامانه بقول الحقيقه، لما عم بكذب عدم الامانه لممتلكات الاخرين. السرقه هي عدم الامانه لممتلكات الاخرين، ما تعود يفصل انه هذا الشيء، اذا عم نحكي على صغار، ما تعود يفصل انه هذا الشيء لإله وهذا الشيء لخيه وهذا الشيء لاهله، اهله احيانا بياخذوا الشغله بلا ما يقولوا له، فهو تشافه شيء كثير طبيعي. امرار بيكون اذا عم نرجع هذا موضوع الكذب، الامرار البي بيكون قدوه لإله بالشيء غلط، وهون امرار اذا سرق والاهل اكتشفوا انه هو سرق وعرف انه سرق بيقول له ما كان قصده، ما كان عارفها مش له، فمرحله الدفاع الاهل عن الاولاد عم بتسبب انه الولد يتمرس هيدا الشيء وياخذها ويصير يكذب اكثر من مره. فاسبابها غير انه اسباب ماديه، سوء تصرف من الاهل من المجتمع. هل كثره المنع من الاهل كمان بتخلي هالولد انه منع عدم اشباع الحاجات، عدم اشباع الرغبات، طبيعي يكون هو بده شغله ما قدر يوصلها، حيوصلها بالسر مش بالعلن لانه ما قدر يوصلها، فهي عدم اشباعه بالحاجات وبالرغبات رغبات. قلنا اذا هو شايف قدوه معينه لشعوره بالنقص بمحل معين لاثبات الذات، فهي كلها اسباب نرجع نقول عدم الشعور بالامانه، عدم الشعور بالنضج العاطفي، بالاحتضان من الاهل، والسبب الاساسي 100% هو تساهل الاهل وعدم اعتراف الاهل بهذا الشيء، واذا حدا عرف بيقول له ما كان قصده، فعم بشجع الولد. طب شو لازم نعمل هون مع الولد اولا حتى يتخلص من هالحاله، ممكن لانه تستمر معه حتى على كبر؟ اذا مثل ما بيقولوا الوقايه خير من قنطار علاج. يعني هو احنا لازم نعرف اول شيء، نشتغل دور الطبيب، نعرف السبب ونعالج السبب، ليش سرق، ليش كذب، بدنا نعرف السبب ونعالج السبب. ما بيصير الا مثل ما انت قلتي ساشا، لازم نحكيه برواق ونفهمه انه العقاب منه شيء كثير عظيم ومنه قتولي ومنه غضب، ما حنعاقبك بشيء ياذيك، نحن بنحبك. غير انه لانه حكينا قبل الحلقات اللي قبل على غرس القيم، غرس القيم بدها وقت من الصغر، لما توقع المشكله مثل ما عم نقول اكثر من انه نحكي معه، واذا كان سارق ناخذ من مصرياته اللي هو ممكن مع مصروفه او مصاري مخبيه، نرجع نردها لصاحبها او نرجع نرجعها لاي حدا كان متضرر، لحتى يعرف قديش هو سبب ضرر لغيره ولاهله ولذاته ولنفسه. فها هي المشكلة، القيم، زرع القيم. نحن كلنا لازم يكون في عنا توعية تكون من الصغر. الأفلام ما بتكفي لحالها، لازم يكون بالبيت بالعيلة في نموذج، في دايما تذكير، إن كان بالقرآن ولا بالإنجيل ولا بالديانة اللي بيعدوها، لأنه كل الديانات بتشجع أنه على الصدق والأمانة. بمرحلة صحيح. كبيرة شوي من العمر يمكن ما يتقبل، وإذا بلشوا من المرحلة الصغيرة من بيربح العمر بيربح أكيد بالمستقبل. ساشا تذكرت أنه في مدارس كتير بيعملوا أسبوع الصداقة، أسبوع الأمانة، أسبوع الصدق، يعني هدول عم بشجعوا عليهم من خلال المناهج، من خلال البرامج، وفي كتير أغاني بتحكي عن هيدا الشيء، وفي كتير فيديوهات بتحكي على هيدا الشيء. نادين مرسي كتير على هالموضوع وهال يعني حالتين ممكن نحن نوجههم مع أولادنا أكيد، وكيف نعرف نتخلص من هالمشكلة لأنه مزعجة كمان مثل ما قلت بحق الولد وبحق الأهل كمان. مزبوط. بنفس الوقت بنشوفك أسبوع الجاي إذا الله راد إن شاء الله بموضوع بعيد عن الكذب الصغار وكذب الكبار. شو هو الموضوع بعد؟ أو بدنا نشوف بركة نحكي على الأمانة على الحب، بنشوف الموضوع بعد ما حددنا. حلو. أو لا تذكرت الموضوع الجاي الأسبوع الجاي حكون إن فريق الإعداد حيحطوا شيء عن مسابقات الإملاء، فشي خصو بالكتابة والإملاء، فهي مسابقات بين تذكرونا. المدارس يذكرونا لأيام زمان والامتحانات. شو كتير زمان سنو شوي Thank you نادين، منشوفك next week. مرسي كتير لألك. داي قليلة مع الإعلان وبنرجع منتابع بقية فقراتنا، وبعد الفاصل بنحكي عن كتاب جديد وإصدار جديد بعنوان هذا الجرح من حيث أتيت لضيفتنا المؤلفة اللبنانية جنى طرابلسي. تابعونا بعد الفاصل. Okay, where are we? دايما بشوف الربيع، دايما في ورد، دايما في فرح. ملكة الرومانسية بعرض ملك الرومانسية. هاي انا مرق اعمل مجهود للعالم تنبسط اكثر، انا مبسوطة. هيدي صرنا نص ساعة تقريبا واقفين في البرد حنموت. هيدا رقم 20 وبعدين قالوا لنا روحوا على رقم 18، قالوا لنا رجعوا على رقم 20. Fait attendre deux heures à l'extérieur. On a fait rater d'autres choses. Et là, vous nous dites, vous m'arrêtez pendant l'interview avec le créateur. Thank you so much.
much you love me. What the hell was this collection? It's on rhythm, some action. I'm so glad you loved it. Cause I'm a freak. The way you pop it and drop it all over me. No, I don't want you to stop. Especially and exclusively لكم. I'm just a freak. You play an instrument? Yes. You try to sneak, I'm not. What is that? You sound like a leprechaun. You know what your father said? Yeah.
الهيب هوب دانسرز مدرسة روكنباخ على هالوصلة وهالرأس الهيب هوب المميز. ونحن متابعين بفقراتنا مثل ما ذكرنا قبل الفاصل إصدار جديد وكتاب جديد بعنوان هذا الجرح من حيث أتيت، وهو عنوان الكتاب الثاني من سلسلة نزهة على شاطئ البحر اللي وقعته الرسامة ومصممة الجرافيكس والمؤلفة اللبنانية جانا ترابولسي اللي هي بدي أفتنا بها الفقرة نحكي عن هالكتاب اللي بيحكي عن بيروت حسب ما قالت لي جانا. مرحبا جانا. مرحبا، كيفك؟ منيحة. تمام جانا، قبل ما نغوص بتفاصيل لقائنا خبرينا أكثر عن فكرة الكتاب وشو اللي دفعك إنك تكتبي كتاب عن بيروت وليش هالعنوان تحديدا؟ اوكي، هلا فكرة الكتاب هي فكرة جاي من الناشرة فرنسوية من مارسيليا، هي عندها هيدي السلسلة بتاعتي فكرة واحدة للرسامين كل واحد من جهة من البحر المتوسط ومنشتغل على الموضوع نفس الموضوع كل واحد لحاله. وما بتكونوا عارفين ما بتعرفوا بعض؟ نحن تعرفنا على بعض، تقينا مرة عطتنا الموضوع وبعدين على سنة ما التقينا، وأنا اشتغلت عن بيروت وهو عن مارسي وكل أنا بالعربي هو بالفرنسي واثنيناتنا مترجمين للعكس يعني. أوكي، وجمعتون بكتاب واحد؟ بكتاب واحد. هلأ هو الموضوع تبع الموضوع اللي عطتنا إياه هو كل واحد يفتش على حدا بمكان، أنا ببيروت وهو بمارسي، ولازم يخلص الكتاب بصورة ذاتية، فبالنص الكتاب نحن بوش بعض يعني انا وياه. حلو، كامل خليف هو يعني تاني. مثل ما مثل كانه عم تبحثوا عن ذاتكم. صح، مش شخص مجهول انما عن ذاته. صح، هيدي هي الفكره. ايه واو، كثير حبيت. طب جانا خبريني، هو الكتاب الثاني من سلسله نزهه على شاطئ البحر، شو اللي اختلف بهالجزء الثاني او بهالسلسله؟ هلا اول واحد من هالسلسله هن كمان يعني رسامة من فرنسا ورسامة من بيروت. أوكي. وبفتكر يعني هيدي السلسلة كانوا مختلفين المواضيع عن أوكي. وأنا قصتي موضوع القصة اللي أنا نقيتها لأنه سألتي عن العنوان، هو العنوان مأخوذ من غنية لموسيقي فرنسي اسمه ليو فيري بيحكي عن الجرح كالمرأة، وانا نقيت هيدا العنوان لاحكي عن المدينه او الارض او البلد كجرح. وكل الفكره انه في بنت عم تاخد سيرفيس عم بتفتش على محل هي وشوفير السيرفيس، هي عم بتفتش على هيدا المحل، عم تفتش على حالها، واثنيناتهم بيضيعوا ما بيلاقوا المكان، هي لانه كانت عايشه برا فما كتير بتعرف المدينه، وهو شوفير سيرفيس بيعرف المدينة عن غايب، بس قد ما عم تتغير هالمدينة اللي هي بيروت كل وقت بيضيع وما بيعرفها وما بيلاقي شيء، وبيلتقوا بناس على الطريق كل واحد كمان مضيع شيء، كأنه كمان ضيعت هوية بيروت نوعا ما وعم بتجرب يعني له كتير معاني فينا نفهم أكيد من هالكتاب. بس اللي بيشوف العنوان بفكر هو جرح من شخص معين، من حبيب، عرفتي يعني ما بيربط إذا بدك الأمور إنه بيروت هي المعنية. إيه هلا هي لأنه الغنية بتحكي عن يعني. صح. هو الرجال بيغني عن المرأة كجرح، بس أنا جد كررت العنوان مع صورة عن بيروت، عن حي الملا اللي هو الحي اللي أنا ربيت فيه، لأحكي عن كيف هالمدينة أنت وعايشة براتها بتكون جرح، شيء بيوجع
وانت عايشة فيها مثل شوفير السيرفيس قد ما عم تتغير وبتتدمر و يعني كثير امور صح بتتغير. عم تشوف على كل حال بعدها صور، وهون بدي اقول مثل ما عرفنا كمان عنك جنى، حضرتك فنانه تشكيليه رسامه، عم نشوف هول الصور موجودين بقلب الكتاب اللي عم نحكي عنه نحن كمان من توقيعك، يعني انت برسمون، بس الغلاف اللي شفناه مش انت اللي رسمتي، حضرت العين فقط صح؟ الغلاف هو الثاني رسام اللي اشتغل معي كامل أوكي. خليف هو عمل الغلاف، ومثل ما قلتي كامل خليف حضرته رسام فرنسي جزائري صح. ما كنتوا بتعرفوا بعض انتوا قبل، بس قد ايه مهم انه فنانين عم بيجتمعوا على كتاب واحد، ويمكن تكون القضيه عرفتي يعني وجهات النظر مختلفه متباعده. ايه هو الحلو انه اثنيناتنا عنا شوي نفس التاريخ، يعني هو وطفل اخذوه اهله من الجزائر على فرنسا، وكل حياته عم بيفتش كمان على حاله، يعني منه جزائري ومنه فرنسي، وانا عشت نفس الشيء كبرت بباريس فاول ما التقينا هيدا هو الشيء اللي حكينا عنه برات الكتاب، يعني كان في شيء انكومن على الصعيد الشخصي. ايه اكيد. طب ريتي هو شو كتب كامل لما طلع الكتاب؟ ايه اكيد لما طلع الكتاب، يعني بهالسنه اللي اشتغلنا فيها كل واحد لحاله لما طلع التقينا لقيتي شيء بيشبهك بمحل معين بكتاباته؟ شوي بس هو في اختلاف مثل ما قلتي. اكيد، يعني هو علاقته مع مدينته غير، هو كثير اكبر مني بالعمر، وكرسام كمان يعني فنان كثير بيعرض مخضرم اكيد بالمجال الفن التشكيلي، بس الا ما تلاقوا نقط ان كومن لانه عندكم نفس المعاناه. اذا بدك جنى حلو تشوفوا شيء ان كومن، عم نجرب نستوضح اكثر نحن منك. جنى كمان هالكتاب مثل ما ذكرت حكيتي عن بيروت، بس اللي لفتني اكثر انه العبارات هيك نحن بنقولها يوميا كثير سهله، حكيت هيك على الطريقه اللبنانيه البيروتيه مزبوط هلا ليش حبيت يكون هيك الكلام؟ هو اول شيء عملته انه لانه هيدي القصه خاصه فيي، يعني الموضوع هيك انعطى، في كثير اشياء عشتهم بالطرقات مع شوفير سيرفيس، مع دكان، مع بيع العصير، بيع الورود على الطريق، هول الاشياء على سنين في كتير منهم أيدتهم أو رسمتهم هيك معجنة ومواقف مضحكة بعد في منهم فمش كلهم ركبوا لقصة الكتاب، في منهم عشتهم من قبل ورسمتهم وأيدتهم وركبت القصة حتى فوت كل هول. يعني كتير مرات في حديث بيصير حدا بيقول شيء نكتة أو شيء حلو أو شيء، يعني دائما بفكر بدي رسمه هيدي حلو. وكمان انا باللغه كان اهين لي اكتب تعبري يعني بالعربي الدارج حلو. طب جنى مثل ما عرفنا كمان انه تم توقيع الكتاب بمارسي، كنت على حفل التوقيع او لا؟ بلا اكيد شاركتي بحفل التوقيع، كيف شفتي هيك ردود فعل الناس اللي كانت حاضره بالحفل؟ هو نحن برمنا الكتاب بجنوب فرنسا بمارسي بباريس وهون التوقيع. هو احلى شيء كان في ولاد، كان في مثل معرض كتب بجنوب فرنسا، ولاد عرب كثير انبسطوا انه في كتب بالعربي وبالفرنسي مع بعض، والحديث كان بجنن لانه انا بحس انه بشبهون، يعني انا كبرت كعربيه بفرنسا كان عندي مشكله مع اللغه وما احس حالي فرنسويه وما احس حالي عربيه، وبحياتي ما شفت كتب بالعربي حلوين بمعرض كتاب بفرنسا، فهن شفتهم كي اول شيء حكينا عن كل واحد عن طفولته وكيف عاش وكانوا كثير فخورين انه في كتاب بالعربي وبالفرنسي ومترجمين يعني كمان، يعني من جهتين بيقدروا يفهموا اللانجوج. جانا اخر سؤال، هذا كتابك الثامن حسب ما عرفنا، شو اللي اختلف بهالكتاب او بهالاصدار الجديد بالنسبه هيدا اول واحد بكتبه من الاول للاخر، يعني اول واحد مثل روايه مع رسم، انه عاده كان او كتب رسم مع انجا شويه تكست او كتب للاطفال،
وانا مبسوطه انه في كتاب مع رسم. دخلتي بعالم القصص او كتب للاطفال كمان؟ ايه اول شيء عملته بالرسم كان كتب اطفال، ومبسوطه انه كتاب رسم ما يعتبر بس للصغار يعني، فمش هيدا غير يعني غير عن هيدا ايه تجربه كمان مختلفه وقصه مختلفة. جانا بتمنى لك كل التوفيق. صار بالاسواق هلا الكتاب او بالمكتبات عنا؟ بمكتبة وحدة لهلا. اوكي. وراح يصير في التوقيع هون؟ وقعتوه هون؟ ايه عملنا التوقيع. اوكي. ميرسي كثير لحضورك معنا جانا. كنت بدك تقولي البلوج الخاص فيك؟ ايه بس عندي بحط انا رسمتي على بلوج اسمه ايلول. اوكي. ايلول.blogspot.com. ليش ايلول؟ حلوه الكلمه وحلو الشهر ايضا. شهر ما هيك على قلب بركي بيعني لك شيء، عشان في شيء ذكرى حلوه. بس كثير لك جنى، اهلا وسهلا فيك، ان شاء الله بنشوفك كمان عن قريب وباعمال واصدارات كمان جديده ومميزه. دقيقه قليله مع الاعلان وبنرجع بنتابع بعد الفاصل. رح ندخل العالم تصميم الازياء مع ضيفنا غياث ايوب المصمم الازياء، تابعونا بعد البريك. ببيروت وصلنا إلى عالم الموضة وتحديدا تصميم الأزياء، وبنستضيف مصمم الأزياء غياث أيوب لنتعرف على الكولكشن الخاصة لربيع وصيف 2014. مرحبا غياث. مرحبا، أهلا. كيفك؟ تمام. كيفك؟ غياث خبرنا هيك مباشرة عن الكولكشن الجديدة لربيع وصيف 2014، كيف اشتغلت عليها وهل من طابع خاص اعتمدته لهالمجموعة؟ أكيد. الأول شيء بونسوار. الكوليكشن الجديدة طرحتها من المرة اللي كتير شخصيتها قوية. اوكي. حتشوفوا كتير في ديتيلز قوية بالفساتين عنا، وفي كذا قصات كذا ألوان معينة. نوعت بالقصات كتير. ايه في تنوع كتير بالقصات، في الميتاليك بالقصات، في عنا الأكسسوريز كتير قوية وغريبة جديدة. وانت بتشتغل الأكسسوريز على الفساتين كله انت بتنفذهم؟ اه. غياث انت عادة بتشتغل على تيم معين يعني حتى تخلق الكولكشن ولا لا؟ حسب ما كل مره حسب تماما حسب القماش، حسب مثلا مثل اولت امبارح مثلا كنت بمحل قماش استوحيت قماش معينه منها طلع كذا موديل، عرفتي؟ حلو. ف فينا مثلا احيانا بيكون في مثلا كونسبت ببالي بشتغل عليها، احيانا بتجي هيك فجأة. خلينا نشوف الكولكشن الجديده بهالفاشن شو. واليوم في معنا اكيد ثلاث فساتين هلا راح نشوفهم ونرجع كمان بنكفي بالقسم الباقي. اوكي. الفستان عم نشوفه برنت من التايجر من الحرير، في له سنتير على الخصر، مشغول عليه بالاحجار لون فيروز، في على الابوليت عليها من شارلستون شباشير، وكمان اشتغلت على الابوليت. حتى الشوز قبل شوي انتبهت له، حتى الشوز كمان في شغل علي للشوز كمان من تصميمك. اوكي. يعني شوز مع هالنقشة مع هالبالت وعلى الكتف، أكيد مثل ما قلت بالبداية لأمرأة جريئة وقوية. أكيد شخصيتها قوية. أنا ما سبق وقلت لك قبل مرة أنه ما بحب البنت مر مرور الكرام، أو سمبل. أي سنة ما بحب، بده يكون أو لا في أنه تعجيق، بس بده يكون في أنه شيء يلفت نظر، ما بحب أنه يكون أنه هيك. ممكن تروح للغراب شوي غياث، يعني شيء ملفت للنظر بس في بعض السيدات يمكن ما بيتقبلوه. هلا صراحة ما عاد عندنا، ما عاد حدا يتقبل إلا ما تلاقي حدا بيتقبل هذا الشيء، انه كل مثلا انا انعرفت بهي القصص بهالستايل بهالنمط، في اكيد بده يكون في حدا بيحب هذا الشيء هالقصص هاي. هلا هيدا الفستان بس تذكر هذا اللي لبسته لليال عبود بكليب مؤخرا. اوكي. للفنان ليال عبود لبسته بكليب مؤخرا. اوكي. كمان من الجيرسي اللي بيشد على الجسم بيعطي شيب حلو، بلاك اند وايت، وفي على الشولدرز على الكتاف في شايفين الفوليوم مبوظ كبير.
بس كمان الوان وستانت أيه. ومثل ما قلت يعني القصات شوي خرج فنانه يمكن استعراضيه اكثر خرج ستيج خرج شو اكيد ما حبيت تروح ايه صوب هيدا هيدا الخف يعني ليش حبيت حتى تنفردي عن غيرك انه حتى هلا انا صراحه حبيت تتميز يمكن اكيد بحب انا هذا الستايل انه شيء يعني انه بتتميزي فيه لانه كله مثلا بيشبه شيء منك شايفه شيء غريب ايه بحب هذا هي القصص اوكي لكن مرقوا اول عرضتين اوكي وغياس مثل ما قلت يعني بتعرف اليوم عم تتوجه لشخصيه معينه من الستات او من الصبايا ومثل ما حكينا على القطع في قطع خرج شو واكثر خرج ستيج او اي فنانه استعراضيه كيف بتنوع اليوم بالشغل انت بتختار الاقمشه الشك اذا القماش كثير معجقه بتدخل شك عليها ولا لا؟ لا لا هلا ابدا انا معروف عني انه كشك ابدا ما بحب، هلا في حال بدي شك ولا كذا بده يكون كمان يعني تابع للقصه او بده يكون في شيء غريب ما انه كريستلز ولا بيرل ولا كذا انه قليل تشوفي عندي، ممكن هلا حيمرق معنا فستان في خشب وفي بيرل يعني في شيء ما في شيء تقليدي يعني عرفتي؟ تخلط المواد ايه كمان ايه اكيد غياث بترسم الشغله براسك وبدلك ماشي عليها ولا بتغير كثير؟ لا اجباري بدك تغيري في شيء انه على التنفيذ ما بيزبط اجباري أوكي. بدك تغيري اجباري بده يطلع معك شيء انك تغيري بس انه اجمالا اكثر شيء بنجيبها 100% هي قد ما فينا يعني بتكون رسمها براسك أكيد. تقريبا أكيد. او احيانا مثلا بتكون عم تعملي مولاج على المنكام بيطلع منه لحاله غير الرسمه تماما يعني شو اكثر قماش اشتغلت عليها لهالكولكشن او لهالمجموعه؟ الشيء اللي فيه ليك للقطن الجيرسي، الشيء اللي يعني المريح على الجسم بتلاقيه بحن مع الجسم ما بيلبك السيد كثير ابدا القماش بتختاره من هو من لبنان؟ ايه اسمه انا من بيروت ايه من لبنان من بيروت بس لتنويه انا سوري ماني لبناني لانه عم فكروني ايه بس نحن عنا بطرطوس نفس اللهجه اوكي فبس انه انا التنويه بس انه سوري اها اوكي بنحيي اكيد كل عم يتابعونا واهل كمان. سوريا غياس فستان العرس له مكانه عندك هلا صراحه بالاتوليه او بالكولكشن اكيد حتى بس بده يكون انه كمان في شويه شعطه يعني كذا شعطه جنون ايه اكيد اكيد طب مين الاكيب العمل يلي بيساعدك؟ هلا صراحه انا ديزاينر وفي معي معك حدا شخص واحد بخيط لانه بعدني جديد انا بالدومين انا بصمم الديزاينات واي شيء اكسسوار وشك وهالقصص انا اللي بعمله وهو بخيط بوجه له تحيه ياسين كمان بتعذبه كمان؟ ايه بعذبه ايه بس تعصب وهيك بجن جنونه امبارح صار معنا فصل ثلاث فساتين خلصوا بنفس اليوم ما كنت ملحق لانه الله يسلمك فايت بكليب هلا عندي ثلاثه تصوير كليب كمان فما عم لحق لها كليب لمين؟ فنانه جديده فنانه جديده كل التوفيق لك رياس عم نكفي بالجازز الفستان هيدا الجولد مع السيلفر هلا عم نشوف مثل الحراشه في السمكي سيلفر والباقي جولد من الجرسي قصير من قدام ومن ورا كله طويل في شغل على الكتاف كمان بنفس الاكسسوار كمان من الجرسي انه كثير مريح للجسم صح وهلا ماشي بتفضح شوي ايه لازم تكون الوحده جرسي تكون صبيه ايه بتفضح اكيد طبعا اللي بعده نفس التيم كمان بنلاقي من جهه كم عريض وفي سنتير كمان نفس الحراشه من اللون سيلفر بتحب هيك تحدد الخصر ايه لانه احلى شيء عند المرأة صح عند المرأة يعني ما بحب الكتف عم تشتغل عليه كمان ما هو بتحسي احلى مناطق عند المرأة هون وبالخصر اللي هي مثل هدول هلا اي تعديل اذا الست بدها فستان طويل بينعمل أكيد. اوكي رياس كنت عم بتقول قبل شوي انه صار لك جديد مبلش بهالمجال سنتين كيف حاسس لحديت هلا؟ متعب محمس اكثر هلا كبدايه انا كثير متحمس بس اكيد في تعب اكيد في تعب كتير. اكيد طبعا بس يعني انا انه التواضع الشيء اللي عملته هالسنه وشيء انه شيء كثير مهم بالنسبه لي كوني بعدني متخرج لانه في كثير مثلا من رفقاتي من اسمه بعضهم متخرجين بس ما عملوا شيء هلا الحظ لعب معي دار بدي وجه تحيه بس لبنت بلد فنانه رويدة عطيه نعم. كثير دعمتني صراحه لبستها بكليب وكذا انترفيو ف بتدعمني كثير بالصعيد المهني والصعيد الشخصي فهي انه يعني انا حلم حياتي كنت احضر لها حفله فدرست اسمه وهيك فصرت فاشن ديزاينر بدي رويدة بدي لبس رويدة ضليت ورايا لا حتى ليش حبيت رويدة لتلبسها تحديدا هلا شيء انه جسمها كثير حلو
شخصيا بحبها، صوتها شكلها ستيل لبسه، مع انه ستيل لبسه بعيد عن الستايل تبعها. ستيل لبسه كريدي تو وير كل يوم انا بموت عليه، كثير بحبه. فساتين الباقي بالحفلات وكذا ما كثير ستيلي يعني، بس تشتغلها على حسب شخصيتها أكيد. يعني هلا الكليب اللي صورت لها فيه حسب الستوري بورد كان سام ستوري بورد، بس هلا عم نحضر شغلات كثير ان شاء الله، يعني الستيل اللي انا بحبه بالاضافه لهي شو بتحب. حلو حلو كثير. عنا موديل هلا جاهزه رح نشوفها. اكيد اكيد. هلا هيدا الفستان حتشوفه كثير سامت وبسيط، بس رحنا على الهيدا كثير هون بس في قوه بالاسود شوي غرابه بالالوان، في بين الكيوي والبينك. كيوت هالفستان بس اذا بشوف هالفستان ما بعرف انه لألك 100%. انا حبيت القماش لانه شوي تحسيها على فينتج بس عملتها على مودرن وغير ستايل. هلا ما كثير غير ستايل، يعني ما شفت شيء مثلا على الكتف الشغل، شفت شيء كثير سمبل. هلا ما ضروري كل فساتين تكون انه على الكتف ولا كذا، هلا في انا بلعب بالالوان، بحب الالوان اجمالا، تضارب الالوان. هلا في عندك هون مثلا كذا لون بس بجوز على الكاميرا ما كثير اخذ، هو لونه قوي. اوكي اوكي. في البينك عنده قوي، في في كذا لون عنده قوايا، بس ما بعرف شوي على الكاميرا يمكن. كم قطعه هالكولكشن غياه؟ هلا على 12 قطعة بس. 12 قطعة؟ ايه بس قدرنا نجيب هدول بس. بدلك لأنه في شيء بعد بده شغل، بعد ما خلصت لهيك. في حدا شوي شبابي أو للصبايا هيك هالفستان. هلو اشتغلت شي فستان عرس أو لا؟ قلت لي إنه إيه بتاخذ بعين الاعتبار الفساتين الأعراس تشتغل مثل ما أنت بتحب. هلا هون عم نشوف كمان رومانيان ستايل، في عندك السنتور بين الخشب والبيرل. هيدا اللي قلت لنا عنه. هي. الخشب والبيرل كمان على الكتف في الخشب والبيرل، هيدا ستايل فيك تقولي صح. كمان هيدا الخشب كيف اشتغلته غياس؟ كله بمعمل بالليزر، الشيء اللي بدنا اياه بيعمل لنا اياه، اي شيء بنرسم له اياه وبثقب لنا اياه كرمال اللقطه هاي. ودخلت البيرل عليه كمان. بالنص. كمان قماش جرفيل بيشد على الجرفين. وأصبح شوي بتشبه النيل اللي نفسه. ايه صح مظبوط. غياث بتتابع برا بتشوف شو في اشياء نازلة؟ انا هون ما بتابع، كله برا. كله برا؟ كله برا. هون ابدا؟ لا كثير قليل. هلا كمان بدي وجه تحيه، اذا فيني وجه تحيه لمسيو باسيل سودا كمان مصمم الازياء العالمي. ايه طبعا. انا وياه على طول على تواصل وبينصحني كمان شو اعمل وشو كذا وهيك، الوحيد ممكن بالميدل ايست بتابعه، الباقي كلياتهم برا. غياث اكيد نحن كنا سعيدين بوجودك معنا. ثانك يو كثير لك. ثانك يو اكيد لك كل التوفيق. ميرسي كلك. وان شاء الله بنرجع نشوفك قريبا. ثانك يو ميرسي كلك. مشاهدينا رح نتوقف للحظات قليله مع الاعلام، نرجع نتابع ببيروت، خليكم معنا. Imagine you can invent your life, don't just dream at night. I'ma be the first guy that can fly. I am the best at being me, dreaming is the recipe. If you wanna own an island in the sea, see I got some talking dolphins and they're telling me I'm flossing. I own an office building, now they're telling me I'm bossing. I'm awesome, you can be what you wanna be. You can be a Grammy winner or a Grammy nominee. See, I'm a dreamer, drove my Beamer in Lima. They say I couldn't have it all, but I didn't believe them. No work, all play, let me show you the way. Do what you feel and not what people say. Hey! Some days like this, I imagine I feel free. The colors shift and change, oh so brilliantly.
things that are nice. You can create things in your mind. Dreams don't pinch me. Running through your city looking for something that's pretty. You say tomato, I say potato. Black you have, you can catch me at the grotto. And I like the kick fat like the booty on my models. مرة جديدة كمان متشكر الهيب هوب دانسرز من مدرسة روكنباخ، ونحن متابعين بفقراتنا ومن عالم الرقص إلى عالم وموضوع طب اليوم بنحكي أكثر عنه، ويصادف يوم 19 فبراير اليوم الوطني للتريغليسيريد، وأكيد عن هالحالة إن كان تريغليسيريد وكوليسترول ومعدل ارتفاعهم بالدم وقديه بيسببوا أمراض قلب ومضاعفات كتير كبيرة. نحكي عنها بهالفقرة مع ضيفنا دكتور منذر صالح، الرئيس المنتخب للجمعية اللبنانية للغدد والسكري والدهون. يعطيك العافية دكتور صالح، وأهلا وسهلا فيك. Thank you very much. شكرا كتير على استضافتكم، ونحن كمان مبسوطين بوجودك معنا. دكتور صالح، بالبداية خلينا نعرف شوي عن تريغليسيريد أو الشحوم الثلاثية بالدم، شو هي؟ لأنه في كتير أشخاص يعني بتقول تريغليسيريد كوليسترول وما بتميز بدك بين الاثنين. بعتقد هيدا الهدف الأساسي نحن اليوم من هالجمع نحن وياكي. الحقيقة تريغليسيرايد هو واحد من الدهون الموجودة. بدي أعطي شوية تعريف لحتى الناس يعرفوها أكثر. شو هن الدهون؟ دهون في عنا الكوليسترول المعروف من قبل الناس كلها، وعنا التريغليسيرايد هيدا الدهون الشحوم الثلاثية، وعنا الـ LDL وعنا الـ HDL. إذا بتتذكر الكوليسترول هو معروف من قبل كل الناس، هيدا كليتهم هول موجودين بشكل طبيعي بجسمنا، ولازم يكونوا موجودين لأنه مهمين بجسمنا لوظائف الخلايا للطاقة وإنتاج الطاقة. لكن إذا زادت كمياتهم عند الإنسان طبعا بتصير هون المشاكل اللي بتحصل. الكوليسترول معظم الناس بيعرفوا عنه أنه إذا كانت نسبته عالية بالدم طبعا بيسبب أمراض القلب والشرايين، وهيدي شغلة عم بيكون هدف العلاجات الموجودة دايما لها بمعظم الدراسات اللي صارت بالعالم. تريغليسيرايد وجدت كمان، ووجد انه في دراسات كبيره بالعالم اثبتت انه تريغليسيرايد اذا كانه عالي بالدم كمان ممكن يسبب، وخصوصا بوجود اتش دي ال واطي. الاتش دي ال بس لكمان لاعطيكم تعريف صغير له، الاتش دي ال هو الكوليسترول الجيد، والال دي ال هو الكوليسترول السيء. فدائما نحن هدفنا انه نعلي الكوليسترول الجيد ونوطي الكوليسترول السيء. فلما بيكون عندنا تريغليسيرايد عالي بوجود اتش دي ال واطي اللي هو بيحمي القلب والشرايين، ساعتها بنعرض الانسان كمان اكثر لتصلب الشرايين وامراض تصلب الشرايين. فالتريغليسيرايد شغله اساسيه واهملت شوي من قبل الاطباء والقبل الدراسات بالعالم الى حد ما. نحن حاولنا هلا نرجع نلقي الضوء عليها لانه هي شغله كثير مهمه ولازم الناس تعرف عنها اكثر واكثر. فقررنا انه نعمل من الجمعيه تبعنا نعمل اليوم الوطني للتريغليسيرايد. هي تجربه جديده لنا ويمكن مش موجوده لا بالمنطقه ولا بالعالم شفنا عنها، فرح نعملها كتجربه اولى لتعريف الناس عن هالموضوع هيدا لانه موضوع اساسي وهذا تثقيفي مهم جدا لنحميهم من امراض القلب والشرايين. طبعا رح نحكي عنه يمكن بالتفاصيل، لكن أكيد. الجواب الاساسي اللي هو بده يجاوبك عن التريغليسيرايد العالي انه لازم نعرف عنه اكثر لانه هذا ريسك فاكتور لا يصير عندنا امراض قلب وشرايين. هذا عامل خطر مثل ما البنكرياس. نعم، وطبعا بدنا نعالجه اكيد. هلا بتساليني يمكن بعض الاسئله لحتى اجاوبك عليها. دكتور صالح، ندخل شوي كمان اذا بدك بمين معرض لهالحاله اكثر من غيره انه يعلى التريغليسيرايد بالدم، إذا كان مريض بيعاني، إن كان مريض قلب خلينا نقول كمان معرض أكثر من غيره، يعني كيف التدخل الطبي بيكون؟ سؤالي كتير بمحله لأنه عبتلقي الضوء على الناس الأكثر عندهم تريغليسيرايد عالينه، ومن هني هالناس الأكثر اللي عندهم تريغليسيرايد عادل. إذا بتلاحظي معظم الناس اللي عندهم سكري ببلادنا وخصوصا سكري من النوع الثاني أغلبهم بيكون عندهم كوليسترول وتريغليسيريد، بيكون عنده وخصوصا التريغليسيرايد بيكون عندهم بنسبة عالية. طبعا هو ناس معرضين، الناس الثانيين طبعا في شيء في اسباب جينيه كمان مرات كثير عن بعض الناس بيكون فيها التريغليسيرايد مرتفع بالدم، هذه اسباب موجوده بتجي بالعائلات. في الناس اللي عندهم بسموها الابدومينال او ميتابوليك سيندروم، هو الناس اللي بيكون عندهم سمنه البطن، اغلب الناس اللي عندهم سمنه البطن بسموا هذا المرض ميتابوليك سيندروم، بيكون في سمنه، بيكون في ارتفاع بالتريغليسيرايد، بيكون السكر اما شوي عالي او عالي منيح، بيكون عندهم ضغط، بيكون عندهم لحات عالي. هول الناس كمان هول الناس بيكون عندهم تريغليسيرايد عالي. زيادة الوزن بير سي هي ريسك فاكتور لحتى نحن عنا يصير عنا تريغليسيرايد عالي.
فهيدي من بعض الادويه في ناس اللي بياخذوا بعض الادويه اللي بترفع نسبه التريجليسرايد بالدم، وادويه مستعمله جدا في بعض انواع الحبوب الهرمونيه المستعمله في بعض بتعلي نسبه التريجليسرايد بالدم، فكلها هيدي طبعا لازم ناخذها بعين الاعتبار لما نشوف التريجليسرايد عالي بالدم، ومنقرر على العلاج حسب الأسباب حسب حاله او حسب الحاله المرضيه اللي بتكون موجوده. بس هو عاده العلاج كيف بيكون اذا كان عندك مريض قلب او شخص يمكن بالفحوصات دم طلع عنده التريجليسرايد عالي؟ لا شك التريجليسرايد هي مرتبطه كثير بموضوع الاكل، لانه هي الطاقه اللي بيحفظها الجسم بالتريجليسرايد، فكتير مرتبطه بالاكل ونوعيه الاكل تبعنا، فلذلك كتير مهم اول شغله نقدر ننزل اذا كان في سمنه نحاول ننزل الوزن. نزول الوزن شغله كتير اساسيه. النشويات طبعا وخصوصا سمبل شوجر السكر العادي والاشياء مشتقاته والعصائر اللي فيها فركتوز بالكميات الكبيره كلها هذه ممكن ترفع التريجليسرايد. فدائما اهم شغله انه الوزن الزايد نحاول ننزل الوزن، نخفف من كمية النشويات. طبعا الدهون المشبعة كمان هيدي ما نحاول نخففها لهالمرضى. بتعرفي دايما كان العرف انه هذا تريجليسرايد دهني، يمكن بده بس الواحد الكوليسترول يخففه بالاكل. اكشولي مش هيك، بس طبعا يمكن الدهن العادية بتتخفف، لكن الاهم النشويات بتخفف بكمية كبيرة كمان، وخصوصا السمبل شوجرز السكريات البسيطة اللي هو السكر العادي والمحليات اللي هي بتزيد الوزن واكيد بنفس الوقت بتزيد التريجليسرايد. فلذلك النمط الغذاء شغله كثير اساسيه. طبعا الاكسرسايز شغله كثير مهمه، التمارين الرياضيه، بعض الاشياء المستعمله الاوميجا 3، زيوت السمك والسمك والاشياء هذه، هاي المنتجات كمان ممكن تفيدنا، الفايبرز اكل انواع من الفايبرز كلها بتساعدنا طبعا بنزول التريجليسرايد. فالاساس في الموضوع هو نزول الوزن، لكن في اشياء ثانيه ممكن تساعدنا. وطبعا اذا ما مشي الحال بكل هيدي طبعا بنصير نشوف الطبيب لحتى يعطينا الادويه المناسبه ل طبعا للتريجليسرايد ونزوله، وخصوصا اذا كان عم يرافقه اتش دي ال واطي اللي هو مثل ما قلنا هو الكوليسترول الجيد اللي بيساهم اكثر في تصلب الشرايين. فلذلك هدفنا نعلي الاتش دي ال وتنزل التريجليسرايد لنحمي هالمرضى هولي. أكيد بفحوصات الدم ما نهمل الفحوصات الدورية دكتور، الشخص لازم يقوم فيها حتى لو كان حاسس إنه أنا صحتي منيحة. في عوارض ممكن يحس فيها الشخص إذا كان التريجليسيريد عالي بالدم؟ هيدا الجزء الأهم بالموضوع، إنه كونه هيدا ما ممكن يعطي إشارة بسيطة هيك، يعني ممكن هذا بخوف أكثر. بالضبط هذا المخيف أكثر، لأنه ممكن كتير الواحد يجي لعنا بدبحة صدرية، بجلطة، التهاب بالبنكرياس، وما كان بوشي وما بيكون بشيء. لذلك عالميا معتمد انه فوق سن ال 20 سنه المفروض انه الليبيد بانل اللي هي بتحتوي على الكوليسترول وتريجليسرايد اتش دي ال ال دي ال لازم تؤخذ على الاقل مره كل 5 سنين لحتى يتاكد الواحد، لكن هيدي كمان بنزيد عليها اذا واحد عنده بالعائله ناس عندهم كوليسترول، اذا العامل الوراثي هون عامل وراثي عم بيلعب دور، ففينا ناخذها بعمر مبكر اذا ناس معرضين لامراض القلب او الشرايين بعمر مبكر، موت مفاجئ بالعائله. كمان هاي شغلات بتخلينا نبادر اكثر باكر يكون في متابعه اكثر لهالموضوع، لكن على الاقل كل 5 سنين مره لازم نعمله عند الناس اللي مش عم يشكوا شيء ابدا. نعم. ابتداء من سن ال 20 سنه. دكتور منذر صالح شكر كثير كبير لحضورك معنا، سلطنا الضوء على هالحاله المهمه جدا، وفينا نقول هيدا ممكن مرض صامت الشخص ما بيحس فيه، بس بالفحوصات نقدر نحن نسيطر اكثر على هالموضوع. شكر كثير كبير لحضورك معنا، وبالتوفيق لليوم الوطني ب 19 فبراير. هيدي مبادره فرديه. نعم. هيدي مبادره حقيقه، هي بس بدي احكي كلمه عنها صغيره، هي مبادره حقيقه اول سنه بتصير معنا، ونحن كثير مهمنا انها تنجح لانه رحنا رح نتابعها ب 19 شهر لتكون بالجامعه اللبنانيه اللبنانيه كليه الطب بالحدث. نعم. ورح تبتدي من الساعه 7 على بكره، في الناس يروحوا ياخذوا فحص التريجليسرايد بدون ما يدفعوا شيء ابدا، بدون اي كلفه. وبعدين في على الساعه حوالي 12 بين 12 والوحده. نعم. في محاضره كمان عن موضوع التريجليسرايد بهذا النهار، وبعدين رح يكون في عده نشاطات تابعه لهالموضوع هذا بالمستقبل. شكرا كثير كبير لك دكتور صالح، اهلا وسهلا فيك مره جديده، بنتمنى لك كل التوفيق. مباشرة بننتقل لبرنامج سيدتي لنتعرف على الفقرات المخصصة لحلقتهم لليوم مع الزميلة هدى، ويسعد لي مساكي يا هدى.
مساء النور لتش شاسة وانت وكل الفريق العامل ببرنامج ببيروت. في بداية كلامي ساشا ابي اقول لتش يعطيكم العافية، انتو فريق البرنامج ما شاء الله عليكم تقدمون فقرات حلوة ومتنوعة، وانا دائما احاول احضركم في اعادة الحلقة في الليل على الـ LBC الفضائية اللبنانية. اما الحين ساشا راح اقول لتش عن مواضيع حلقتنا لليوم. عندنا اسماء سيدات جدة وذكرياتهن تنقش على شجرة نحاسية للتاريخ، ورح نتعرف اليوم في حلقتنا على سر البدانة بعد الزواج، ورح نتكلم بعد عن سوق الحريم اللي تحول من مكان للقاء السيدات إلى سوق للمنتجات الشعبية. في حلقتنا لليوم عندنا القصة المصورة لا تلمسني التي تهدف لتوعية الأطفال من التحرش، ورح ندخل اليوم كواليس الحفل الثالث من مهرجان هلا فبراير في الكويت. وعندنا في فقرة الجمال المزين جو رعد رح يعرفنا على فكرة مجنونة وعصرية للشعر. بعد اليوم رح نتعرف على مصممة شاركت في تصميم الزي التراثي للفنانين اللي حضروا في حفل الجنادرية في السعودية. طبعا عندنا العديد من التقارير والفقرات المنوعة. أدعو كل مشاهدين برنامجكم إنهم ينضموا لنا بعد ما ينتهي على طول الروتانة الخليجية في برنامج سيدتي، وإن شاء الله يستفادون من اللي راح نقدمه. أكيد يا هدى موفقين بحلقتكم لليوم، وأنا بحييك وبحيي فريق عمل برنامج سيدتي. وسلمينا على جو تحية هيك كتير كبيرة للمزين النسائي جو رعد. رح نتابع نحن بآخر فقرة ببرنامجنا وبعد البريك، مثل ما قلنا لكم ذكرنا أكيد على تويتر ضيفتنا الفنانة الشاملة المحبوبة مايا نعمة بضيافة ببيروت بعد الفاصل. فنانة منحبها كتير بضيافة ببيروت مايا نعمة، واليوم مايا بضيافتنا نحكي عن آخر عمل فني تحضرت له، وهو أغنية جديدة بعنوان مشينا سوا اللي تعاونت مع الفنان إيوان فيها وغيرها كمان من مواضيع والدردشة بها الفقرة. هاي مايا. هلو كيفكن؟ عظيم. هلا كنا عم نحكي عن السوق. شو الأخبار مايا؟ كتير منيحة. كيف قضينا فالنتاين؟ رائع. غرام غرام بالبيت انت ولا بالبيت؟ هلا اشتغلنا انا وجوزي وبالليل بالبيت عشاء. وجدتك شهدية هيك سبيسيال؟ كتير هدايا. هدايا من جوزي. مجله تحيه لوليد. اكيد ماي طلعت في دغري دحرح اذا بدك. يلا دغري على قولة بلال. شو خلينا نحكي لك عن اغنيه ايوان يلي تعاونت انت وياه، كيف تحتي لي صار التحضير لهالاغنيه هيدي؟ كان تحضير كثير سريع. ايوان عرض علي الفكره، هي الغنية من الحانه. نعم. ووقتها جربنا الصوت، صوتي على صوته، حسيت في شيء كيمستري كثير حلوه وسجلناها، وهيدا اول ديو انا وايوان. اوكي. كلمات الحان مين؟ كلمات حسان هو خاله لايوان، وايوان الحانه، توزيع ويد المسيح وبس. عم نفكر نصورها لانه العالم كثير عم تحب الغنيه، والغنيه بتشبهنا فيها غرام وبتحسيها هيك فريش. حلو حلو. وهي نهار الجمعة كمان نزلت، يعني ما قلت اليوم. ايه عم نسمعها. كان سربرايز للفانز. كنتوا انتم مخططين انه تكون على فالنتاين تنزل مشينا سوا؟ هلا بعد يعني كنت انا وايوان كثير عنا انشغالات وحبينا نعملها دغري على فالنتاين، العالم كانت بعدها ناطره شيء منها، ولانها اغنية رومانسية كمان. ايه. وشي فريش. حلو كثير. مايا كان في مشروع لتحضير البوم تأخر شوي. تأخر لأنه استبدلنا 8 أغاني، عملنا ستيل جديد، طلعنا بفيجن حلوة، تعاملنا مع الصديق والشاعر أحمد ماضي. نعم. أخذت لحنين من زياد برجي، فعملنا فيجن جديدة أنا ووليد. أوكي. شي بيلبق لي. أكثر حلقة بطريقة جديدة يعني. مايا ما بتحاولي تنوعي بالستايل تبعك؟ يعني بترددي؟ بتخافي تفوتي بستايل جديد غير الناس تعودوا عليه والنمط كمان اللي تعودوا عليه؟ كنت خاف لانه كنا انا وليد عنا فكره انه لازم اطلع بستايل مميز، وهيدي هويتك بتصير خلص. بس بعدين العالم صارت تلاحظ انه لا، مايا عندها صوت حلو، فجربنا هلا بالاغاني نبين صوت مايا، نبين كاركتر مهضوم، نبين يعني شيء جديد بس العالم معود عليه.
بستيل الأغاني وبستيل الشكل. صار لك فترة معتمدة على الأشقر واللوك اللي بقلك حلو. ايه عم بتفكري شي تغيري ولا لا؟ لا ارتحت للأشقر والعالم الفانز كتير حابين اللوك وخليني هلأ عليه. واللوكين تبعك بدانسينج وذا ستارز كانوا بجننوا. ثانك يو. كل اسبوع كان في اطلاله جديده، تسريحه جديده، هول كله انت كنت تتدخلي فيهم توتال لوك تبعي. هلا هن كانوا يقرروا شو لازم نعمل. أوكي. بس هون بشكر الهير دريس الاميزنج توني سوايا، لانه كنا انا وياه نتعامل انه كل شعر بيلبق له ستايل معين، فكنا نجرب نعمل شيء يلبق له ويلبق للرقص. بالرقص في برمات وكنا نخاف يطير شيء دبوس. بسم الله عليك يعني مايا، انه يعني البرمه بدها تكون برمه مش انه في مزح. ربتين اخر شو عم بعمل 10 صرت يا جماعه روح. ما خلينا نحكي عن تجربتك بدانسينج وذ ستارز، شو بتقولي عنك ككل انت؟ رح ارجع عيد باختصرها بكلمتين، انه هو حلم وتحقق بالنسبه لي. وبتعرفوا قد الرقص كثير بيعني لي، وفي كثير عالم صار يقولوا انه يي ماي انت بترقص من قبل، ليه عم تشاركي بدانسينج وذ ستارز؟ فحبيت انه انا هني ما بيعرفوا انه انا برقص هيب هوب، وعبالي اتحدى حالي باكسبيرينس 3 اشهر بين قد ايه انا عندي شغف وحب، قد ايه في اتعلم انواع رقص جديده. ف يعني تجربة مرقت كتير بسرعة، كتير مبسوطة انه العالم قدرت تلمس مين مايا. ونحن استمتعنا بالعروض الراقصة كمان مايا اللي قدمتيها، لانه عن جد انت شخص بروفيشنال، يعني الباك جراوند تبعك بترقصي، عندك اكاديمية للرقص، وحلو نشوف لوحات راقصة هيك هالقد باحتراف مشغولة ومعمولة. غير هيك يعني حبيت فرجي انه الفنان عن جد اذا عنده شغف، اذا عنده دينة موسيقية حلوة، اذا بحس بالموسيقى، في بينهم بالرقص. يعني بتعرفي بالرقص كنا عم بتحدى حالي بين الاكسبريشنز، بين اذا حزينه او مبسوطه. جربت قد ما في اتعب حالي لبين بروفيشنال، واكيد النتيجه بينت حلوه. حتى بالكليبات كمان تبعك بتشتغلي على هالموضوع كثير كثير. بالنسبه لي انا بعتبر انه الفنان لازم يكون متكامل، لازم يكون عنده اكثر من سايد، مش بس صوت حلو، شكل حلو، يكون عنده بادي لانجويج حلوه، لازم يعرف يمثل طريقه حلوه. صحيح. كل هودي انا جربت بينهم بدانسينج. خلينا نشوف شوي هيك بعض المشاهد من كليب كيف يا حب. كيف يا حب. كيف يا حب. نرجع رح ينزل قريبا. ايه يلا. رائع جديد. هيدا جديد. تذكر وقت حكينا عم نحضر شيء عن ايس سكيتنج وقديه بقيتي تمشي قديه وقعت وضربت. ايه فخلصنا الكليب. الغنيه مثل ما عرفتوا صار لك شيء، صار لك كثير هلا هلا راحوا الاثار. الغنيه كثير خفيفه، لحن كثير مهضوم ورايق، واعتمدت على الرقص يكون اكثر مثل تعبيري، وكمان عملت مثل رقص على الايس سكيتنج، شيء جديد بالنسبه لهون، وبالنسبه لفنان يقدر يعمل يرقص ويرقص اون ايس كمان شيء حلو. اخرج مين الكليب؟ اخرج مين؟ اخرج مادلين خريش. الغنيه هي من كلمات ربيع سلامه والحان وتوزيع وليد المسيح. اوكي. هلو. مايا هلا شو عم تحضر شيء جديد؟ شو عندنا مشاريع قادمه غير الاغنيه واصدقاء هلا اللي عم تسمعيها؟ انا كثير مايا از اون فاير هلا جرب نلحق. بدنا كمان صورت انا كليب اسمه لغنيه عم فكر، صورتها من زمان بس كمان حنزلها هلا مع كليب كيف يا حب. وعندنا الالبوم بدنا نخلصه هلا قد ما فينا عم نعجل فيه، واكيد عندي اوفرز لمسلسل ان شاء الله يزبط. عندك عروضات؟ عندي عروضات كثير، فوازير، فبدي اجرب نقي شيء عن جد يكون حلو. وين بتلاقي حالك اكثر بفوازير؟ فوازير، فوازير حلمي. كثير I'm a fan، يعني عبالي اعمل شيء جديد، عبالي استخدم كل طاقاتي وكل موهبتي لبين شيء جديد على التي في يعني، وبحس بيلبق لي الكاركتر. مين اكثر حدا حبيتيه بالفوازير؟ في شريهان، نالي، يعني كنت تابعهم كثير وعبالي هيك أكيد. get inspired from them. اي تستوحي اكثر منهم.
أكيد مايا نحن استمتعنا كثير بحضورك معنا مثل العادة، يعني صارت مايا جزء من عائلة خلصنا ساش فريق بعد في شيء عبالك تحكي تخبري ايه عبالي شو قولي لنا الفانز أشكرهم يعني جد بعقدوا أحلى فانز وأحلى داعمين إلي وبيتابعوني وبيشجعوني، وبدي أحكي عن مدرستي اللي عم تكبر أكبر وأكبر بسور، عم يزيد عدد الطلاب عم بتلحق ايه عم لحق شديد. وكمان بدي احكي انه يمكن يكون في لاين جديد لمايا رح تعمل مع براند تياب، نعمل لاين هلو اي سبور شيك لمايا فينا نقول سنة 2014 رح تكون سنة خير ان شاء الله، يعني ان شاء الله مايا بتستاهل لانه كل شيء حلو. ثانك يو مايا، ميرسي كثير لحضورك معنا، كل التوفيق. ميرسي اكيد ساشا لهم كروس كل يوم ذات الجمله. شو ساشا وصلنا لختام حلقتنا، بشوفكم بكره بحلقه جديده انا وساشا، باي باي.